صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر بسؤال جديد. سؤالنا النهارده هو، تفتكروا ايه اهم شرط للحياه الزوجيه عشان تكون سعيده؟ انا وجهه نظري انه هو مش شرط. ايوه، هو حاجات كتير، بس خليني اسالك انت الاول، ايه انت بتشوفي بتتابعي الترند اللي هو بتاع المراه غير ملزمه؟ طبعا. يعني احنا شفنا، وانا عجبني كمان ان في رد من ستات مصر كلهم على الترند ده. يعني هو ان الناس فعلا شايفه ان الترند مش حقيقي. يعني الناس كتير تقول لك المراه غير ملزمه، المراه غير ملزمه، فالناس يعني حتى الستات نفسهم قالوا يا جماعه في ايه، الموضوع مش كده. فأنا شايف إن في جدل كبير على السوشيال ميديا دلوقتي بخصوص الزواج وقصة الست ملزمة بإيه ومش ملزمة بإيه. الموضوع يا جماعة بسيط جدا، بيتلخص في كلمتين ربنا قالهم، المودة والرحمة، ببساطة شديدة جدا. لو في مودة ورحمة ما بين الزوجين كل شيء، يعني مش هتتكلم بقى إيه هتطبخي لي ولا مش هتطبخي لي، لأن هي أصلا ببساطة شديدة لو أنت معاك قادر إنك يعني تجيب واحدة تطبخ لمراتك وانت ما جبتش يبقى انت راجل ما عندكش دم، لكن لو انت مش قادر وهي ما طبختش يبقى هي اللي غلطانة. فالمواضيع بسيطة واسهل مما تتخيلوا، والمودة والرحمة هي كلمة سر بسيطة جدا، ويكفي لو كل واحد عنده نوع من انواع التقدير للاخر يا جمانة، هتلاقي المواضيع ابسط واسهل، والمواضيع مش محتاجة كل الجدل ده. صح ولا لا؟ انا اتفق معاك 100%. ملهاش علاقة خالص، لا مش ملزمة أو ملزمة. يعني في يا جماعة نبسط الدنيا على بعض، يعني وهنوصل لإيه في الآخر؟ يعني بعد ما نقول المرأة مش ملزمة هنسيب البيت؟ يعني ما هو لو قادر زي ما مصطفى قال أكيد هيجيب حد يساعدها، لو مش قادر هي لازم تقدر ده، وحتى لو مش دورها عادي احنا بنساعد بعض وتقوم بيه. على أي حاجة مصطفى هقول لك بقى، زي ما قلت لك في البداية هو مش شرط واحد، هي لازم يكون في شروط كتيرة الحقيقة، أو مش شروط، لازم يكون في عوامل كتيرة. احنا بنتكلم على المودة والرحمة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. انا بشوف ان المودة والرحمة دي النتيجة النهائية بالظبط، مش اللي بنبدا بيها. عشان يبقى في مودة ورحمة لازم يكون في عوامل كتير قوي. اولا ان احنا نتقي ربنا، يعني يبقى احنا فعلا بنعامل ربنا في الشريك اللي معانا، ده رقم واحد. رقم اتنين، نبقى داخلين العلاقة الزوجية ده واحنا بروح مقاتل كده، يعني احنا في ظروف كتير جدا بتتفرض علينا من الدنيا، فلازم نكون داخلين بروح مقاتل ان احنا هنحافظ على الكيان ده وعلى البيت ده، عشان في ظروف مرة تانية كلنا بنمر بيها، فلازم نكون دايما واقفين مع بعض جنب بعض، نقدر ان احنا ندعم بعض. ده تاني حاجة. تالت حاجة ان احنا نكون واثقين في بعض. واثقين دي لازم نحط تحتها مليون خط. مش واثقين دي مش مقتصرة فقط على الشك، بيعمل حاجة غلط أو بتعمل حاجة غلط، لا، واثقين في بعض، بمعنى واثقين في رأي بعض، واثقين في قرارات بعض. يعني
قادرين ان احنا ناخد راي بعض. ممكن مراتي لو انا راجل مراتي هتاخد قرار، ممكن على فكره عادي جدا احترم هذا القرار واعمل بيه عادي خالص. جوزي واخد قرار او اداني رايه في حاجه عادي جدا على فكره ان انا اخد رايه، وملهاش علاقه بقى بفكره السترونج اندبندنت وومن او الست المسيطره او الست المستقله، دي ملهاش اي علاقه عامه بالموضوع ده. رابع حاجه ان احنا نقدر بعض ونكبر بعض. دايما تبص لشريك حياتك أو تبصي لشريك حياتك إنه أحسن حد في الدنيا، أنت قد إيه بتثقي فيه، قد إيه بتحترميه. وهو كمان نفس الفكرة، إنه أحيانا مصطفى أنا شفت مواقف قدامي ممكن واحد يروح يقول مثلا لزوجته شايفة دي شكلها عامل إزاي، شايفة لبس إزاي، شايفة مش عارفة بتعمل إيه، المقارنة بتبوظ الدنيا يعني طبعا. لو متخيل بجد إن هي هتعمل حاجة بعد ما أنت تقول لها كده، يعني أنت فاهم غلط تماما تماما. والست نفس الموضوع، ممكن طبعا حلو جدا ان انت تقول مثلا لزوجتك على حاجه معينه، بس تدور على طريقه لطيفه ما توجعهاش، ما تحسسهاش ان هي قليله او ان هي مش ماليه عينك. وانت كمان نفس الموضوع. فاحنا بنتكلم يا جماعه على ارض نقف عليها، نعرف نتناقش فيها، نتناقش، ندرك اختلافات بعض، نقدر اختلافات بعض، ما دام مفيش اختلاف يعني بين، مفيش حاجه يعني مثلا هو بيحب الابيض وانت بتحبي الاسود، يبقى اصلا هنا من البدايه ما كانش ينفع نختار بعض. اخترنا بعض يبقى لازم نوصل لارض صلبه مشتركه نعرف نتناقش فيها، نعرف نتكلم مع بعض فيها. في حاجه كمان تانيه مصطفى مهمه جدا، صحيح. فكره التفاهم، انت تعرف تتكلم مع اللي قدامك، تعرف حتى لو غلطان تبقى عندك الاريحيه بتاعت تقول انا غلطان من غير ما اللي قدامك يبقى بيحكم عليك. بالظبط. في كتاب هو مترجم اسمه رجل من الزهرة أمرأة من المريخ تقريبا، واتباع يعني كان ليه نجاحات كتيرة، اتباع بترجم لكذا لغة واتباع بشكل كبير جدا. هو الكتاب ده فلسفته ان هو بيرصد ان الاختلاف بين الرجل والمرأة ان الرجل بيفكر بشكل براكتيكال او علمي او عملي او منطقي، والست بتفكر بشكل عاطفي اكتر. طبعا يعني الاختلاف وجهتين النظر. الكتاب طول الخط الدرامي بتاعه يعني ان صح التعبير بيقول حاول انت توصل لدماغها بالشكل العاطفي، وانت حاولي توصلي لدماغه بالشكل العملي، هتلاقي الدنيا بقت مستويه وهتلاقي الدنيا بقت سليمه. لو كل واحد من الشريكين، اذا شركه هو شركه فعلا، لو كل واحد من الشريكين كل واحد قدر ان هو يوصل لدماغ الاخر ويقدر يفهم دماغه، هي بتفكر بشكل عاطفي فانا يعني ابص لها بهذه النظره، هي انت بتفكر بشكل عملي فانت بتبص بهذه النظره، انت بتفكر في مصاريف البيت في الالتزامات في في في، هي بتفكر في ان هي عايزه تتفسح عايزه تخرج عندها مش عارف ايه. كل واحد ليه اولوياته، امر طبيعي، دي ربنا خلقنا كده. لو كل واحد وصل للمرحله دي اعتقد ان الجواز الشركه دي هتبقى ناجحه جدا. في كمان نقطه مهمه، احيانا لما بنيجي كده نبقى في بدايه علاقه، خطوبه، جواز، اي مكان، بنقعد نفكر انا عايزه او عايزها تعملني بالشكل كذا، انا بحب كذا، انا لما اتضايق المفروض يعمل كذا. مش فكره كده كمان يا مصطفى، فكره طب ما تعمل اللي عليك انت الاول، اعملي اللي عليك انت الاول، يعني شوفي انت حابه تتعاملي ازاي وشوف حضرتك حابب تتعامل ازاي، الطريقه المعامله اللي انت حابب ان اللي قدامك يعاملك بيها وبادر بيها انت، ابدا بيها انت. صحيح. ما تبقاش قاعد متلقي اللي قدامك هو اللي يعمل وهو اللي يفكر وهو اللي يقدم وبعدين انت تبتدي تفكر لا، ابدا بنفسك. واكيد اكيد اللي قدامك لو لقى ان انت شخص بتقدره وشخص بتحترمه وشخص بتحبه، يعني ما اعتقدش انه مش هيبادلك نفس المعامله دي، الا لو بقى في مرض نفسي. صحيح. يعني الا لو في مشكله بجد احنا بنواجهها. صحيح. فدايما ابدا بنفسك، قدروا يا جماعه العلاقه الزوجيه دي مش يعني مش حاجه بسيطه ومش حاجه سهله، ده بيت تاني، دي اسره تانية انت. صحيح. بتبنيها بس باختيارك، فلازم اختيارك او اختيارك يكون طبعا يكون في حب، بس لازم يكون في عوامل تانية موجوده، لانه زي ما دايما بنقول واهالينا كانوا بيقولوا زمان مرايه الحب عامية، لا حب او حبي طبعا دي حاجه مهمه، ولكن لازم نبص برضو بجانب من العقل يا مصطفى. صحيح. يعني كلمه اخيره ونصيحه يعني تقفل الباب ده خالص، يعني لو حد فاكر ان في حد هيتغير اثناء الجواز فهو هيتغير لفتره بسيطه علشان يرضي الشريك الاخر، لكن الجمله او النصيحه اللي انا بقولها محدش هيتغير. لو حد اتغير لفتره وجيزه صغيره فهو بيتغير بس لمجرد ارضاء الطرف الاخر،
فخد شريكك على عيبه أو على ما هو، هو اتخذ كده بهذا الشكل فهو بيفكر بهذا الشكل، هي بتفكر بهذا الشكل. لو كل واحد فهم الآخر وعرف متطلباته وعرف هو بيفكر إزاي وعرف الدنيا هتمشي بسهولة شديدة. عموما ده سؤال حلقتنا، خليكم معانا على مدار اليوم، اكتبوا لنا تعليقاتكم هنقراها وهنتفاعل معاها. ايه هو اهم شرط للحياة الزوجية عشان تكون سعيدة؟ مستنيين تعليقاتكم اللي موجودة على صفحتنا على فيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، منتظرين اجاباتكم للسؤال، هنستعرضها النهارده ان شاء الله في حلقة النهارده ان شاء الله. صباح الخير والسعادة عليكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا دينا شرف عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير يا دينا. صباح الخير مصطفى، صباح الخير يا جمانه، صباح الخير يا دينا، والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طيب قولي لنا بقى يا دينا، ايه اهم شرط عشان تكون الحياه الزوجيه سعيده؟ هو انا ملزمه ارد عليكي؟ يعني متهيألي محتاجين نشارك بارائنا. هو طبعا زي ما انتوا بتقولوا ان هو ملزم او مش ملزمه، دي يعني انا رفضها بشكل كبير جدا، لان انا بشوف ان الاساس الحياه الزوجيه حاجه مهمه جدا، هو الاهتمام والتقدير. يعني انا بالنسبه لي فعلا الاهتمام والتقدير اهم حاجه كشخص للطرفين، يعني مش للمرأة بس، أنا مش متحيزة للمرأة، ولكن المرأة والرجل الاثنين محتاجين الاهتمام والتقدير. مش هنكسب أي حاجة لو احنا بنحب بعض، لكن في النهاية مفيش ما بيننا الاهتمام والتقدير في أي حاجة بنعملها مع بعض. وحاجة تانية برضو مع الزمن الواحد بدأ يكتشفها، ان انت لازم تحاول يكون شريك حياتك ده صديقك، يعني بتتعاملوا كأصدقاء، ليكوا اهتمامات مشتركة، هوايات مشتركة، خروجاتكم حتى او كلامكم فيه لغه حوار ما بينكم مشتركه، بحيث ان انتوا تقدروا تتفاهموا، لان هو ده التفاهم. ما هي الصداقه عباره عن تفاهم، فمفيش مشكله خالص يكون شريك حياتي هو كمان صديقي. ده بيخلي روح الحياه الزوجيه مختلفه جدا مع الاهتمام والتقدير مره تانية. بس خلونا دلوقتي بقى نبدا مع حضراتكم جولتنا المريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، هنلاقي فيه كثافات تموريه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه هنلاقي برضو فيه كثافات نسبيه. هنروح مصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة مأمون، هنلاقي هناك سيولة مورية مكملة لحد شارع وكوبري الحجاز. ومن مصر الجديدة لشارع صلاح سالم اللي بيشهد سيولة مورية كبيرة. لو فضلنا ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، هناك برضو في بعض الكثافات البسيطة. مكملين معاكم جولتنا بشوارع الجيزة، وفي سيولة مورية نسبية على محور صفت اللبن. السيولة هتبدأ تقل وهتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة. كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات، لكن محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات أبو محيط كوبري أحمد عرابي. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين حتى الطلبية. المحور فيه كثافات مورية للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية. مكملين معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيولة مورية بتقل قبل الدائري، وبتحصل كثافات أسفل الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف، لكن المتجه إلى بنها في أيضا سيولة مورية. القادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة مدينة نصر ومصر الجديدة من الأفضل إن هو يسلك محور الفريق العصار. ولو رحنا للطريق الدائري هنلاقي سيولة مورية بتقل عند بعض طلعات الدائري. ونكمل معاكم جولتنا ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كمان كثافات مرورية عند محطة الرمل، دي بتبدأ تقل لحد ما بنوصل لشارع عمر لطفي، ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. وبكده انتهت جولتنا المرية. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.
طيب مشاهدينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع تابع فيه سيادته منظومة الانتاج الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وأيضا زيادة دخلهم وزيادة أرباحهم، ده طبعا من خلال مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على هذه الأسعار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا استقبل أمس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وأكد سيادته الخصوصية الاستراتيجية اللي بتتسم بها العلاقات المصرية السعودية واللي بتمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة اللي بتمر بها كافة الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه طالب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكدا سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار. وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح. كما عرض الوزير السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد. كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية. دلوقتي خلينا نروح لدينا مرة تانية عشان تعرفنا على أسعار العملات والذهب.
اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. ودلوقتي نتابع مع حضراتكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 19 جنيه 25 قرش و19 جنيه 18 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 17 قرش للبيع و19 جنيه و8 قروش للشراء. جنيه الاسترليني 22 جنيه و16 قرش للبيع، 22 جنيه و7 قروش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه 64 قرش للبيع، 19 جنيه 55 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للبيع، 2 جنيه 77 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و12 قرش للبيع و5 جنيه و10 قروش للشراء. دينار كويتي 62 جنيه 49 قرش للبيع و62 جنيه 22 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 24 قرش للبيع و5 جنيه و22 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 سجل 954 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1112 جنيه، عيار 24 سجل 1272 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8896 جنيه. وطمنا حضراتكم عن أسعار العملات والذهب النهاردة. هرجع معاكم مرة تانية لمصطفى وجمانة عشان نكمل صباح الخير مصر. شكرا لك دينا. شكرا لك. طيب، ايضا امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، وابرزها الاجتماع اللي عمله دكتور مصطفى مدبولي لمتابعه مشروعات وزاره الاتصالات والجهود اللي بتتم لتطوير شبكه الانترنت، كمان تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكليه الجويه للعام الدراسي 2022-2023، ده غير كمان مد فتره التقديم لخريجي الجامعات لكليه الشرطه لحد يوم 22 سبتمبر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة. خلال الاجتماع تم استعراض جهود تطوير شبكة الإنترنت والتأكيد على أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حالياً ل 7.5 مليون منزل خلال الخمس سنين اللي جاية، ده غير مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 3 مليون منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس اللي فات، واللي تم فيها الاستجابة لحوالي 524 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت صدور 202 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، ده غير إجراء 109 عملية جراحية وإصدار 24 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاع. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام واللي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، صدّ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022-2023 لطلبة الشعب العلمية لتكون 55% بدلاً من 60% أسوة بما تم في الشعب الأدبية. برضه امبارح الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت إنه في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات اللي من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023، تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر بدلاً من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر. فجولة المحافظات معنا مجموعة أيضاً من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها صدور أول حركة محليات بتضم 23 قيادة في المحافظات، منها أيضاً تنفيذ 351 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، وإعلان بدء اختبارات مشروع كابيتانو مصر في محافظة الإسكندرية الأسبوع القادم، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أهمها إصدار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات. الحركة تضمنت تنقلات وندب وتعيينات ل 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة. في الفيوم تم الإعلان عن تنفيذ 351 مشروع بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 7.1 مليار جنيه، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق. في المنوفية قامت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بتفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات منوف وتوفير خدمة الاستشارات الصحية من خلال التطبيقات الخاصة بالتشخيص عن بعد. في مطروح أنهت مديرية الثقافة بالمحافظة المهرجان الصيفي اللي شارك فيه 15 فرقة من فرق الفنون الشعبية والتنورة التراثية والموسيقى العربية والفرق النوعية. في الغربية شهد حي ثاني طنطا بمحافظة الغربية إعادة فتح شارع بطول 300 متر بمنطقة مقابر عوارة، واللي كان مغلق من حوالي 20 سنة بالقمامة ومخلفات البناء. أجهزة الحي قامت برفع 2000 طن قمامة وفتح الشارع مرة أخرى أمام المارة. في أسيوط اعتمد المحافظ اللواء عصام سعد قرار ترقية 2205 معلم وأخصائي من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة ليها. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنها هتقطع المية النهاردة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان، وده هيكون من الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 2 الظهر بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في شمال سيناء وصل لمستشفى العريش العام دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. الدفعة الجديدة بتضم 16 طبيب وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إطلاق المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم كابيتانو مصر الأسبوع اللي جاي، والاختبارات هتكون في استاد الإسكندرية يوم 11 و12 سبتمبر، وده في إطار مشروع وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية. طيب دلوقتي نروح لدينا مرة تانية عشان تقول لنا ملخص كده سريع لأحوال الطقس. تفضلي يا دينا. بشكرك فعلا جمانة أنت ومصطفى، وكمان خلينا نصعد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ده غير أنه في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33، وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في الأسكندرية 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لمؤسسة حياة كريمة، واللي وقعت امبارح بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية زي تنظيم قوافل طبية، برامج توعوية للأهالي في قرى حياة كريمة، كمان إتاحة الفرصة للطلاب اللي حابين يشاركوا كمتطوعين في المبادرة. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية بالقرى وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة. البروتوكول تضمن تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية مثل تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في تخصصات طب الأسنان والتمريض والصيدلة والصحة العامة. كما تقدم الجامعة البريطانية الخدمات الصحية والنفسية داخل مركز الاستشارات النفسية بكلية الآداب بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لمركز الصحة النفسية. الجامعة البريطانية تعد أول جامعة خاصة في مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عدداً من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقاً للتنسيق بينها وبين حياة كريمة.
فضلاً عن تقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات العامة وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة. هذا بالإضافة لقيام الجامعة بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها مؤسسة حياة كريمة عن طريق عمل برنامج توعوي تثقيفي شامل لهذه القرى، مثل برنامج توعية المرأة والأسرة وبرنامج تأهيل الشباب لسوق العمل وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة. يعني شفنا أظن عدد كبير من التعليقات اللي ربما تفاعلت معنا على سؤال الحلقة، منها فتحي شيخون بيتكلم بيقول الثقة المتبادلة، الاحترام بين الزوجين، عدم مناقشة المشاكل أمام الأهل والأولاد، تقوى الله بين الطرفين، المحبة والعطف مسألة أساسية لتقوية وطول العشرة. ادي روشته جميله الاستاذ فتحي، بنشكره شكرا جزيلا. دي نقطه مهمه جدا طبعا. في ورده سوسن او ورده سوسن تقول الحب والاحترام والوفاء بينهم. في احمد فراج بيقول واحد الثقه بين الطرفين، اثنين الاحترام، ثلاثه التفاهم، اربعه الحب بين الطرفين، بعد كده نعيشها بخير وسعاده. شكرا ليك يا استاذ احمد. طيب في عبد الله فرحات بيقول مستوى الفكري والعقلي، التدين من الطرفين، الحب والرحمة والثقة والسلام، الاهتمام والتقدير والاحترام، المودة والرحمة. في الأستاذ أشرف أديب بيقول بالنسبة للحياة الزوجية عشان تكون سعيدة، أولا مخافة الله والاحترام وإلغاء فكرة أن المرأة أقل من الرجل، هو ده الحب الكامل والأسرة السعيدة. ويسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك يا أستاذ أشرف. طيب في فاطمة محمد عبد العزيز بتقول صباح الفل والياسمين والورد عليك، وصباح الخير عليك يا فاطمة، وبتقول الاحترام والصدق. ناس كتير ربما اتكلمت، يعني هو الموضوع بشكل عام زي ما انت قلت يا جوبانا، الناس متفقين في القواعد الأساسية، الاحترام. احنا كويسين اهو يا جماعة، امال في ايه؟ ليه المشاكل بتحصل؟ اهو بالظبط. لا هو تأجيج المشاكل، انا رأيي السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا 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 جدا، وعززت من فكره المقارنات. شوف دول عايشين ازاي، شوف دول بيروحوا فين يا جماعه. والله اولا كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا وكل اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي مش حقيقي. ما بيحصلش على ارض الواقع، واقع افتراضي. صحيح. فبلاش نقارن نفسنا، ودايما دايما في حد احسن مننا، في حد شكله احسن مننا، في حد دمه اخف مننا، في كل يعني دايما كل شخص فيه الافضل منه. فبلاش مقارنات، وخلينا نرضى باللي ربنا قسمه لنا ونحمده كمان عليه، عشان في ناس مش لاقيه. على اي حال احنا مستنيين كمان اجابات حضراتكم لسه، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد اجتماعه الخامس في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الساعة 1 ظهرا، وده علشان اختيار المقررين للمحاور واللجان الفرعية. وكمان أيضا النهاردة هيكون في بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، وفي أيضا ثلاث مباريات قوية في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أعلن أن مجلس أمناء الحوار هيعقد اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب النهاردة الساعة 1 الظهر. ومن المفترض أنه الاجتماع هيناقش اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة للحوار، وهم السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وكمان اللجان الفرعية الـ15 المتفرعة عنها. الاختيار هيكون من بين الترشيحات اللي قدمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام. النهاردة هيتم فتح الباب لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بيها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وده وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللي أقرتها وزارة الصحة أثناء تأدية هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة الطلاب.
لعشاء الدوري الإيطالي موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة. هيلتقي مونزا مع أتلانتا الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي ساليرنتانا مع إمبولي، والساعة 9:15 هيلتقي تورينو مع ليتشي. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنروح لدينا عشان تقول لنا بقى اخبار الطقس بالتفصيل. دينا يمكن طمنتينا من شويه سريعا كده على اخبار الطقس، قول لنا بقى التفاصيل. انا طمنتكم ان الجو حار صح؟ لا يعني انه في انخفاض في درجات الحراره الى حد ما. الى حد ما. خلونا دلوقتي ناخدكم في اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. هيكون مائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ده غير إنه في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. في كمان نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 متر ل2.5 متر. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك جدا. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس، ويمكن أنا يعني بعرف الطقس شوية من خلال الشبورة أو الرطوبة الصبح اللي بتبقى الفجر وقت ساعات الفجر. هل فعلا في ارتفاع النهاردة بدرجات حرارة أو هنحس بحرارة الجو بشكل أكبر؟ هو احنا طبعا فترات النهار هنحس بارتفاع نسب الرطوبه، فهنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره، لكن درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. هنشعر بتحسن في الاحوال الجويه خلال فترات الليل، ونشعر بالاعتدال الكامل في درجات الحراره وفي الاحوال الجويه خلال فترات الليل وخلال الصباح الباكر، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط. هيكون طبعا في نشاط للرياح سرعات ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيكون بعد فتره الظهيره مع دخول ساعات المساء وساعات الليل، هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي هنحس باعتدال الاجواء فترات الليل. فترات النهار الاجواء هتكون اجواء حاره رطبه على اغلب مناطق الجمهوريه، فيما عدا طبعا المناطق الجنوبيه الاجواء عليها هتظل اجواء شديده الحراره رطبه خلال فترات النهار. صحيح. بالاضافه كمان طبعا مستمر تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مع تمام كمان في فرص سقوط الامطار على المناطق الجنوبيه، سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم راس سليم. طيب بالنسبه للسواحل الشماليه بالنسبه مزيد من التحسن في الاحوال الجويه وانخفاض في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل باذن الله. طيب احنا برضو عايزين نطمن من حضرتك، لان في نشاط للرياح على السواحل الشماليه وخاصه كمان البحر المتوسط، مرتفع الامواج فيه من 2 متر ل2.5 متر، وده خلال ال 72 ساعة القادمه. ده تاثيره ايه على درجات الحراره تحديدا في الساحل الشمالي؟ هو طبعا نشاط رياح اللي هيكون على مسطح البحر المتوسط ده هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، وهيؤدي ارتفاع امواج، فهيشكل خطوره على الساده المصيفين، لكن تاثيره طبعا على درجه الحراره هنبدا نشعر بانخفاض في نسب الرطوبه، وهنحس بانخفاض في درجات الحراره. يمكن كمان متوقع مع غدا مع وجود نشاط رياح يكون في فرص لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الساحليه، وهيكون معها طبعا فرص لسقوط الامطار على اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط وشمال الدلتا. زي ما قلنا غدا وبعد غدا ان شاء الله هنحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه، يمكن نشعر باجواء اشبه بالاجواء الخريفيه باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على متابعتك اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا نتعرف دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 33، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 34 23، الاسكندريه 30 24، العالمين الجديده 30 23، مطروح 30 23، السلوم 31 23، بورسعيد 31 26، دمياط 31 25، السويس 33 24، الاسماعيليه 33 24، العريش 30 23، طابة 35 27، كاترين 33 19، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 38 29، الفيوم 34 24،
بني سويف 34-23، أسيوط 36-23، سوهاج 38-24، قنا 40-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 40-27، وحلايب 36-26، وأخيرا شلاتين 38-29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهاردة. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة عشان نكمل معاكم. صباح الخير يا مصر. طمنتينا والله يا دكتور منار، طمنت. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. عمل الخير ليه وجوه كتيرة. احنا النهاردة معانا قصة محمد يونس، صاحب ورشة تصليح سيارات في كفر الشيخ. محمد عمل مبادرة لتصريح سيارات الإسعاف ونقل الموتى بالمجان، وكمان أيضا إصلاح سيارات الأجرة المملوكة للأرامل والأيتام واللي بتعتبر مصدر دخلهم الوحيد. بداية القصة، أنا كنت جاي من معهد أودي، فقابلت في هناك في نص الطريق عربية نقل الموتى عطلان. الحمد لله ان ربنا قدرني، فلقيت العطل دي في شغلتي، فعملت الحمد لله والعربيه مشت. فعرضوا عليا فلوس ما رضيتش اخدها، ومن ساعتها انا قلت الحاجه ديت لازم اعملها لله، عشان بحيث ان عربيه ما توقفش نفس الوقفه ديت مع اي حد كان. وعرضت الموقف دي للجمعيات الاهليه، ولاي واحد متبرع بعاي عربيه اسعاف او موتى ديت صيانتها مجانا مني انا. الفكره جت لي عن طريق ابني وانا داخل في الشارع، فقال لي يا بابا انت هتعرضت على النت يا بابا؟ قلت له حاضر يا مان. فعرضتها، فالحمد لله انا جت المبادره ايه من عند ربنا. فالحاجه ديت انا عاملها يعني المصنعيه لله، بحيث ان محدش يستغل العربيه ديت في موقف على الطريق او عند صنايعي. فالحاجه ديت انا هتبرع بيها لله، ولصاحب العربيه برضو مش هخليه اي حد يستغلها في اي موقف، ان كان قطع غيار او سمكري ميكانيكي عفشه اي كان يخص العربيه. اولا بدات بنفسي، فحبيت ان انا عرضت على كام واحد زميلي بحيث ان انا ما اضغطش عليه، قلت له دي حريه شخصيه ليك مقابل انك انت تعملها او ما تعملهاش. حبيت تعملها وهجيب لك العربيه هتاخد اجرك. رد عليا قال لي انت مش احسن مني وانا هبقى معاك. وكام واحد انضم معايا برضو للمبادره دي. انا من اول المبادره صلحت ده اول عربيتين الحمد لله، ومتكفل باي جمعيه خيريه او اي انسان ربنا كرمه ان هو من متبرع بعربيه اسعاف او نجل موتى دي لله. انا متبرع معاه بكل حاجه، وقطع الغيار هتيجي باصله في اي وقت. لو العربيه عطلت على الطريق في اي مكان هطلع بعربيته بعدتي في اي مكان، هطلع له ان شاء الله اذا كان ميكانيكي اذا كان عفشاجي اذا كان اي كان، هاخده بعربيته واطلع بيه. الكلام ده احنا بنعمله ده عندنا حاجه والحاجه بنعمله ماشي. بالنسبه للحاجه بقت خيرها المفروض يعني اهي نفر بيعملها بينه وبين ربنا كده، ولا اذن كده ولا كده. محمد غير طبعا معايا من زور، راجل متعلم برضه. انا بتبسط منه لما اجيب بيعمل حاجه زي دي، بتبسط. ده بتزيد من عند ربنا يعني ما بتخسش، والحمد لله يعني. والحمد لله ربنا رزقنا برضه يعني، يعني من اوسع الابواب الحمد لله. لو عملتها بجنيه ربنا تاني يوم ممكن بعدها يا دوبك بيمشي من قدام، ربنا بيوسعها لنا بيوسعها لنا بقى، بتزيد ما بتخسش عندي. الحاجه اللي بتمشي بتنسى تعبان او تشيل حالات، يا عالم برضه بتعمل خير، هم بيعملوا خير، هم مش احسن مني ما هم بيعملوا، وانا برضه ماشي ربنا فتح علي، لازم انا ايه اقدم واجب برضه واساعد واجب برضه في حاجة. انا نفسي الميكانيكيه كل انت بتاع جمهوريه مصر العربيه كلها تعمل المغادره اللي انا بعملها دي، وربنا يعني ايه هيخلف عليهم بالحلال. بص احمد مكلمني قال لي في عربيه اسعاف هتيجي تعمل شغل عندك، قلت له مفيش مشكله احنا نصلح عربيه الزباين وما تاخرش عنها، عربيه بتاع لله ديت ما اقدرش اتاخر عنها، في اي وقت اي عربيه تعمل شغل عندنا مجانا. والواحد مصدق يعني لقى عمل خيري بيبادر فيه، بيكون يعني عمل خير حلو
ال 24 ساعه قلت له معاك على طول، يعني اكون معاك على طول دايما في اي حاجه، فخير يعني عشان خاطر السواق يكون ماشي مرتاح في الطريق واعرف اوصل اي واحد الطريق بتاعه بامان وسلام. والله في البدايه هو محمد الاول صديق شخصي، وبعدين لما بدا يتكلم عن المبادره هو اكيد يتكلم عن تفاصيلها، فكان اول حد يتناقش معايا فبدانا ان احنا نبدا نعلن عن المبادره عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق جروبات الخيريه. دي اول مبادره يتم الاعلان عنها، لان طبعا مش كل اعمال الخير هيتم الاعلان عنها مباشره عشان خاطر الحياء وكده، لكن المبادره دي على اساس ان هي بتخدم فئه معينه، فانت عشان توصل للفئه دي لازم يتم الاعلان عنها، وكان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس من محافظات تانية بداوا يتواصلوا، فده بحد ذاته كان نجاح بالنسبه لانتشارها عن طريق التواصل الاجتماعي. الحقيقة ما فيش تجارة أفضل ولا أربح من التجارة مع الله. صحيح. يعني اللي بيعمل خير ابتغاء مرضات الله ده، يعني أعتقد إن هو بيلاقي بركة في حياته يعني محدش ممكن يتخيلها. ويمكن حد يجي يقول أنا أصلا هساعد إزاي نظرا لضيق ذات اليد، ما عنديش حاجة ساعد بيها. لا، تساعد بوقتك، تساعد بصحتك، تساعد بمهنتك، خدمة تقدر تقدمها زي ما شفنا مع حضراتكم. الموضوع مش موضوع فلوس، مش موضوع ان انا اطلع جزء من ربحي ولا جزء من مرتبي ولا لا خالص. ان انت بس يكون عندك حتة كده جوه قلبك ان انت عايز تساعد الناس لوجه الله. صحيح، احسنت يا جمانة. وفعلا محمد عمل ده بالظبط، هو عمل ده وعاد عليه اضعاف مضاعفة من ان الناس كلها بدأت يعني تقول انه ميكانيكي شاطر وحنروح له وحنساعده وربنا يبارك له، وبما انه بيساعد الارامل والايتام وبيساعد سيارات نقل الموتى فما نروحلوش ليه، ده الولد كويس. فهي فعلا كانت احسن دعايه لي، وافضل استثمار في الدنيا هو الاستثمار مع ربنا، وده اللي حصل بالظبط مع محمد يونس. فلينفق كل ذي ساعه من ساعته، دايما افتكروا دي. على اي حال الثامنه صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة العربية، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وكذلك تعظيم الثروة الحيوانية إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك اللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة
عنها. ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات أو ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها. أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي على قوات روسية، وأشاد زيلينسكي بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا وثالثة في شرقها، إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا. وقال الرئيس الأوكراني إنه تلقى تقارير جيدة من قادته العسكريين ورئيس المخابرات حول العمليات العسكرية في أنحاء البلاد. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وفي الاتحاد الأوروبي نظرا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بالتقلبات أسواق الطاقة في البلاد. وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين في مؤتمر صحفي في هلسنكي إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية وسيساعد شركات الطاقة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، ويأتي ذلك في وقت تواجه في أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وذلك تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي. قالت الشرطة الكندية أنها تبحث عن شخصين يعتقد أنهما قتل 10 أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 15 آخرين طعنا في إقليم ساسكاتشوان غرب كندا. وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيال الملكية الكندية رواندا بلاكمور في مؤتمر صحفي إن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا، مشيرة إلى أن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذا التوقيت. ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي بأنه مروع ومفجع. ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. تعالوا نروح سريعا لمحافظة الأقصر حيث جامعة التي أعلنت عن إطلاق مبادرة اسمها حرفة كل أسبوع. المبادرة دي فيها ورش عمل، فيها فعاليات بتساعد الطلاب على أنهم يمتلكوا مهارات سوق العمل ويبدأوا مشروعات صغيرة ومتوسطة. معنا على الهاتف الدكتور حمدي حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر للتعرف من خلاله على تفاصيل هذه المبادرة. برحب بحضرتك يا دكتور. صباح الخير على مصر، صباح الخير ليك وأهلا بيكم. أهلا بحضرتك. ممكن توضح لنا يا دكتور يعني المبادرة دي بتشمل ايه تحديدا؟ يعني ايه حرفة كل اسبوع؟ بنعمل ايه جوه الحرم الجامعي وازاي بنخرج بره الحرم الجامعي؟ يعني في اطار التعاون بين الوزارات، وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، في مركز موجود داخل الجامعة في جامعة الأقصر اللي هي جامعة الوليدة جامعة رقم 27. الوحدة دي بتقوم بتقديم أعمال للطلاب وتدريب على حرف ممكن تفيدهم خلال فترة الصيف وخلال السنة. يعني العمل متواصل بين الوحدة والجامعة إن الطلاب دول بيتعلموا حرف يدوية، في الاخر بنجمعها وبنعمل معرض وتسويق لعملهم، وكل واحد فيهم يتعلم حرفه بسيطه يقدر بيها يوفر يساعد
يطلع ابتكارات. ووزارة التضامن مع الجامعة مش مجرد مساعدات، لا ده عملية إنماء للطالب. الجامعة ما هياش مكان للتدريس فقط، لا لابتكار، لمساعدة الطلاب كل واحد فيهم يقدر يفيد بلده ويفيد مصر العالية. طيب دكتور حمدي، بعد التحية حضرتك ذكرت أنه بعد ما بيتم تصنيع بعض الأعمال أو بعض المنتجات بيتم تسويقها وبيعها، عايز أعرف من حضرتك الأرباح دي بعد كده بتروح فين؟ وكمان عايز أسألك عن الجزء المتعلق ببدء مشروعات صغيرة ومتوسطة. والله هي اللي بتبقى مشغولات يدوية، أنت عارفة مدينة جامعة الأقصر كمدينة سياحية، فالحرف اليدويه فيها من الحاجات اللي يعني مصدر، فجزء منها بيتم دمجه مع الوحده لتطويرها ودعمها، الحاجات المواد الخام وكده بتحتاج دعم، برضو الطالب ممكن بيبقى له جزء من العائد ده، بتبقى بارقام بسيطه جدا، يعني هي بتبقى الغرض منها تشجيع اكتر بالمره، الغرض منها انه الطالب يطلع الحرف اللي هو ممكن يتقنها، الحاجه الثانيه ان هو يتعلم حاجه ممكن يستفيد بها بره. يعني هو مش جاي بس علشان ياخد محاضره ويمشي، بالذات واحنا جامعه لوكس كلها عباره عن كليات عمليه، يعني كليه فنون جميله، كليه اثار، كلية حاسبات، فكلها فيها إتقان. طلبة الحاسبات ليهم ابتكارات وليهم مشروعات تخرج، طلاب الفنون الجميلة في بعض الناس بيطلبوا بعد البورتيهات اللي بيعملوها أو الأشكال الأثار، نفس الكلام. إحنا بنسعى إنه الجامعة تستفيد من مشروعات التخرج إنها تبقى عبارة عن تسويق للجامعة وللطلاب نفسهم، طلاب الجامعة. صحيح، بنشكرك يا دكتور. دي مش مبادرات بسيطة، يعني صحيح. في مبادرات الدولة بتعملها وبتساعد فيها مش للتعليم فقط، يعني في جامعة الطفل اللي موجودة في جامعة الأقصر، في عندنا 2 أطفال، في طفل تيم الله ده في الفيزياء 10 سنين مفهوم مدعو للسفر إلى روسيا من خلال الجامعة، جامعة الطفل. في بنت من بناتنا نيرة تابع الجامعة برضو من جامعة الطفل، رايحة المؤتمر بتاع كوب 27 للمنتدى البيئة العالمي. صحيح. ده كله يوري ان الجامعة ما بقتش مكان للتعليم فقط، لا لابتكار ومساعدة الطلاب. صحيح، شكرا لك دكتور حمدي حسين القائم بعمار رئيس جامعة الأقصر، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والحقيقة هو موضوع غاية في الأهمية. كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة أنه من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح هو توجيهات مهمة أصدرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وزيادة دخلهم وزيادة أرباحهم من خلال مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصاد بتقديم حوافز مالية تضاف على هذه الأسعار. هذه التوجيهات كانت خلال اجتماع سيادة الرئيس امبارح مع وزير الزراعة السيد القصير. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الملفات الخاصة بالزراعة التعاقدية والأسمدة والتقاوي من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير يا فندم على كل المصريين وكل المشاهدين الكرام. اهلا يا فندم. يمكن على مدار سنين كانوا المزارعين بيعانوا من مشكله، وهو انه كان في فجوه ما بين اسعار السوق والاسعار الاسترشاديه، فبالتالي كان بيبقى في خلينا نقول ضعف في توريد المزارعين لمحاصيلهم للدوله. عايز اعرف من حضرتك دلوقتي اهميه توجيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعه اسعار التوريد الاسترشاديه للمحاصيل قبيل طبعا موسم الحصاد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بعتبر ده تطور غير مسبوق في الدوله المصريه، اللي هو وضع الاسعار الاسترشاديه للمحاصيل الاستراتيجيه الهامه بالدوله المصريه، وهو في المقام الاول بيخدم السياسه الزراعيه للانتاج داخل الدوله المصريه اولا، وثانيا وضع المزارع على خريطه الانتاج الزراعي مما يكفي له اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو دي الجديد في هذا الموضوع. ان يتم الاعلان عن اسعار استرشاديه مرضيه للمزارعين في التوقيت المناسب. على سبيل المثال للحصد،
لو رجعنا حبة صغيرين للعام الماضي كان فيه توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، المحاصيل الزيتية زي محصول فول الصويا ومحصول محصول عباد الشمس الذي وجه سيادته معالي وزير الزراعة السيد القصير بأن يتم وضع خريطة لإنتاج هذه المحاصيل لتقليص فجوة الزيوت والاستيراد من الزيوت وتوفير المواد الخاصة بالأعلاف من نواتج عصر هذه المحاصيل. العام الماضي في مارس 2021 كانت توجيهات فخامة الرئيس أن رفع أسعار سعر اللي هو فول الصويا من 5000 جنيه إلى 8000 جنيه للطن الواحد، وكذلك عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي. ثم تبنى معالي وزير الزراعة السيد القصير بالتوجيه لتنفيذ هذه الخطة من العام الماضي حتى يتم استكمالها على مدار 3 سنوات لتغطية 120 ألف فدان فول عباد شمس و250 ألف فدان فول صويا، وبالطبع تم ذلك العام الماضي بإعلان عن هذه الأسعار مما دفع كثيرا من المزارعين في التوسع في هذه الزراعات ووضع برنامج لإكسار هذه التقاوي بفضل الله سبحانه وتعالى هذا العام تغطي كل الاحتياجات المطلوبة في العام القادم كخطة استراتيجية لهذا المحصول. طب نقدر نقول إن الحوافز المالية الإضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة إنتاجهم هتكون بنسبة كام؟ وهل ده هيخلي المزارعين بالفعل يحرصوا على التوسع في الزراعة في كل المحاصيل؟ بالفعل احنا بدأنا نجني، احنا ما كناش الأول بنشوف محاصيل فول الصويا وعباد الشمس إلا على استحياء. دلوقتي الفلاحين اللي هم بيمروا أو أي حد بيركب طريق في وسط الأراضي المنزرعة بيشوف فول الصويا وبيشوف عباد الشمس، وده نتيجة هذه السياسات المرضية للمزارع. كذلك بالنسبة لمحصول القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي اللي احنا بصدده هذه الأيام، اللي هو الإعلان عن سعر استرشادي عادل 1000 جنيه للأرداب بالواحد، والنظر أيضا في حوافز أخرى عند الحصاد أو قبل الحصاد مرة ثانية ب 1000 جنيه للأرداب بالواحد. فالنهاردة في كاف 31/8 يعني بيعتبر قبل بداية موسم زراعة القمح تقريبا بشهرين أو شهرين وعشر أيام، بيدي فرصة كاملة للمزارع اتخاذ قراره في التوقيت الصح. ليه؟ دلوقتي كل أي مزارع دلوقتي لن يتم زراعة أي محاصيل شتوية، سواء بنجر سواء برسين والقمح والشعير وخلافه من المحاصيل الشتوية. في الحالة دي عندما يسمع المزارع بسعر عادل وتضمنه الدولة بالشراء مع دعمه أيضا أثناء التوريد ممكن يزيد عن ذلك كثير بقليل لحوافز التوريد، ده بيدي يعني فترة ممتازة جدا للمزارع اتخاذ قراره ونجاح السياسة الزراعية في توجيه المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تخص الدولة المصرية اللي هو رغيف القدس اللي هو بيتمثل فيه محصول القمح. النهاردة لما المزارع يعرف النهاردة وهو لسه في بداية شهر 9/1/9 إن أرداب القمح بألف جنيه وقد يتبعه حوافز أخرى أثناء التوريد، أنا متأكد أن المزارع اقتصادي بطبعه هياخذ القرار المناسب الذي يكون أولا لمصلحته ولمصلحة الدولة المصرية بالتوسع الأفقي في زيادة المساحات المنزرعة من القمح. كذلك معالي وزير الزراعة السيد القصير أخذ منهج منذ 3 سنوات السياسة الصنفية والاهتمام بإنتاج التقاوي داخل الدولة المصرية منذ تولى عقيدة الزراعة، وبالفعل بنجني ثمارها هذا العام. كنا في من 3 سنوات كانت التغطية لا تزيد عن حوالي 20% من المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، كانت حوالي من 27 ألف إلى 30 ألف طن فقط لديه تقاوم منطقة للقمح. بفضل الله سبحانه وتعالى تم زيادتها العام الماضي ثم تم مضاعفتها هذا العام، عندنا إن شاء الله حوالي 148 ألف طن تقاوم منطقة تغطي أكثر من 70% من المساحة المستهدفة في الدولة المصرية من القمح، وكل ذلك بتعتبر اسمها الزيادة الرأسية بالتقاوي المنطقة مع التوسع الأفقي الذي نظرناه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان. فكل هذا بيتعانق في زيادة الإنتاجية من
محصول القمح مع السعر الاسترشادي المرضي في التوقيت المناسب اللي هو قبل زراعة أي محاصيل شتوية أخرى، بيدي بيتيح فرصة كاملة لكل المزارعين لتحقيق رغباتهم في الحصول على هامش ربح مرضي من محصول القمح اللي بيبقى مرضوب طبعاً ده بكل تأكيد. فندم كمان ما حدث بصدد التقاوي يعني يمكن نقطة مهمة جدا، لأنه كانت فعلا مشكلة بتواجه المزارعين بشكل كبير جدا. لكن هرجع مع حضرتك تاني لفكرة الأسعار الاسترشادية، عايز أعرف من حضرتك إزاي بيتم تحديد الأسعار الاسترشادية إذا كان الحديث عن السلع الاستراتيجية الهامة، وبشكل عام إزاي هيتم كمان تطوير منظومة الزراعة التعاقدية يعني في المستقبل القريب؟ بالنسبة لي تقدير الأسعار طبعا على مقدمة هذه الدراسة، بيتم دراسة أولا التكاليف للمحصول ودراسة المتوسط العائد أو الناتج من وحدة المساحة اللي هو الفدان، ثم يضاف إليها هامش ربح مرضي للفلاح بحيث أن يكون فيه دراسة يعني مستفيضة، دراسة فيها نوع من العدالة الاجتماعية الخاصة بالمزارع أن يغطي تكاليفه ويكون عنده فائض ربح برضه يستغلوا فيه تنمية ومصروفاته على أرضه إن شاء الله أو أولاده، وفائض أيضا يتم به استكمال الدورة الزراعية التالية للمحاصيل الأخرى أو للمحصول الصيفي التالي. ده بالنسبة للتسعير الأقماح أو الأرز أو خلافه من المحاصيل الزراعية. طبعا بالنسبة للزراعات التعاقدية بفضل الله سبحانه وتعالى هذا القانون أصدر من 2015 ولن يفعل على أرض الواقع إلا مع تولي معالي وزير الزراعة سيد القصير حقيبة وزارة الزراعة، اللي أولاه اهتمام بالغ مع طبعا فخامة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بوضع أو التوجيه بوضع أسعار مرضية للفلاح من خلال الزراعات التعاقدية ما بين المنتج اللي هو الفلاح وما بين المشتري، سواء كانت هيئة السلع التموينية المتمثلة في وزارة التموين أو القطاع الخاص الذي يعمل في مجال إنتاج الدواجن أو الحيواني أو إنتاج أعلاف الأسماك والحيوان. وبالفعل تم النهوض بهذا الملف الحيوي الممتاز اللي هو الزراعة التعاقدية صحيح. ما بين الطرفين المنتج والمستهلك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال الزراعات التعاقدية لضمان الحق للطرفين. فبفضل الله عندنا دلوقتي مساحات كبيرة جدا من فول الصويا تحت التعاقد، ومساحات كبيرة جدا من عباد الشمس، وأيضا مساحات كبيرة من الذرة الشامية سواء البيضاء أو الصفراء بأسعار مجزية للمزارعين بوضع حد ضمان يضمن للمزارع يعني مفهوم يا فندم. صحيح صحيح. بنشكرك يا فندم الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. ما زلنا بنفس الملف، امبارح أيضا زي ما تابعنا مع حضرتك وكان في جزء مهم في اجتماع سيادة الرئيس مع وزارة الزراعة اللي اتكلمنا عنه متعلق بالأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف، ده إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين. ربما اتكلمنا في الزراعة، خلينا نتكلم في الثروة الحيوانية، خلينا نتعرف أكتر. معنا على الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجانة للحديث أكثر عن هذا الأمر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. عايزين نتعرف من خلال حضرتك على أهمية توجيه الرئيس بتطوير منظومة الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، إزاي ده يعني هيبقى ليه مردود على السوق المحلي وبنسبة كام؟ هنعرف ده إزاي في أسعارنا لما نخش السوبر ماركت ونخش الأسواق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن إحنا متابعين الاهتمام الغير مسبوق بثرواتنا الحيوانية والدجنة منذ تولي فخامة الرئيس مقاليد البلاد في 2014 من أجل تنمية مستدامة. دوت يمكن تبلور في العديد من المشروعات القوميه اللي راعتها وزاره الزراعه وتبنتها الدوله المصريه. لما اقول اهمها في عجاله لما نشوف المشروع القومي للبتلو، المشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لرفع كفاءه وانشاء مراكز تجميع البان، والمشروع القومي لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لتطوير عنابر الدواجن. يمكن دوت كان بيحتاج بالتوازي معاه لزمن تطوير منظومة الأعلاف والاهتمام بالأعلاف لتواكب هذه المتطلبات. يمكن زراعة الأعلاف بتشهد تطور ملحوظ في الفترة الحالية، وابتدت علماء والباحثين في المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ب
باستنباط تقاوي وبذور لمحاصيل علفيه تتحمل نسبه عاليه من الملوحه وتتحمل الزراعه في اراضي مش ممتازه، وكمان مع استنباط انواع من المحاصيل العلفيه اللي هي ممكن بيكون بقائها في الارض فتره اقل واحتياجاتها للمياه بنسبه اقل وانتاجيتها اعلى. ده بخلاف طبعا الاعلاف المركزه نفسها وما شهدته من تطور. عمليات تسجيل مقاليد الاعلاف دلوقتي بتكون بشكل ميسر وافضل، العديد من المواد الخام الجديده دخلت في تسجيلات الاعلاف وطبقا للمواصفات القياسيه. عندنا معامل مرجعيه دوليه يعتد بها في اعتماد وتسجيل مقاليد الاعلاف. عمليه الرقابه على صناعه الاعلاف على مدار الساعه وطوال ايام الاسبوع بلا توقف للحصول على اعلاف جيده تحقق اعلى معدلات اداء. كمان كان في العديد من المزايا والمنح التي قدمت وتقدم لصغار المربيين باعتبار ان ما لدينا من ثروه حيوانيه ودجنه يمكن 60-80% منها في ايد صغار المربيين. فاحنا شفنا المشروع القومي للبيتيلو والاستفاده منه وب 5% طبقا لمبادره البنك المركزي بفائده بسيطه متلاصقه. تم استثناء صغار المربيين من الشكل والشرط القانوني للتمويل سواء كان في الثروه الحيوانيه او كان في الدواجن. عمليه الاهتمام بمراكز تكميل الالبان، واحنا عارفين ان مراكز تكميل الالبان بتعتبر المنافذ التسويقيه لصغار مربي نشية اللبن، فتم اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تكميل الألبان اللي تواكب التطورات الدولية. وبالفعل زي ما قلت لحضرتك ان دي تعتبر المنافذ التسويقية لصغار مربي نشية اللبن، وتم انشاء مراكز تجميع ألبان في المناطق اللي بيتمركز فيها صغار مربي نشية اللبن وتفتقر الى وجود مراكز تجميع ألبان. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم جاري إنشاء فيها أكثر من تقريبا 46 مركز لتجميع الألبان النموذجي اللي يستوعب كل الألبان التي تنتج من صغار المربين في هذه الأماكن. إلغاء شرط إلزام تقديم تصريح تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط من صغار المربين ليستفيد من اي تمويل للثروه الحيوانيه. تم عقد بروتوكولات عديده بقى ما بين وزاره الزراعه وما بين البنوك المموله وما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من اجل صغار المربين لرفع كفاءه عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوحه للنظام المغلق بفائده بسيطه متناقصه 5% وما يترتب على ذلك من اثار ايجابيه تتعلق بزياده الانتاجيه وتحسين العائد الاقتصادي وتقليل مصروفات التشغيل. عقد بروتوكولات ما بين وزارة الزراعة والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل صغار المربين برضو سواء كان في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لاستفادة صغار المربين بنشر وتوزيع السلالات المتميزة عالية الإنتاجية سواء كانت بلا مقابل تماما ديت من الأسر الأكثر احتياجا، وتحويل عائل الأسرة من متلقي للدعم المادي إلى منتج وما يترتب على ذلك من آثار ومن قيمة مضافة، أو مشاركة العائل بثلث قيمة الرأس المتميزة عالية الإنتاجية المستوردة. ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي بتشارك في الثلثين، أو من خلال بروتوكولات مع القطاع الخاص برضه لتدبير السلالات المتميزة عالية الإنتاجية. هي بروتوكولات عديدة يا فندم زي ما ذكرتها، لكن بما أن حضرتك تحدثت عن المزايا التي تمنح لصغار المربين أو بشكل عام مربين لو هنتكلم تحديدا على رؤوس المشاهير، الحقيقة كمان كان من ضمن المزايا دي هو خلينا نقول مكافحة الأمراض والفيروسات طبعا من خلال التصدي ليها اللي كمان متعلقة زي ما قلت لحضرتك بأمراض الثروة الحيوانية. عايز أعرف من حضرتك إيه اللي قمنا بيه بصدد هذا الموضوع ولأي مدى ده ساهم وهيساهم في تنمية الثروة الحيوانية كمان؟ الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل
كل فروعها ممثليها في على مستوى الجمهوريه من مديريات طب بيطري ومن ادارات بيطريه ووحدات بيطريه بيقوموا بهذا الدور وبعمل الفحوصات الدوريه اللازمه وعمل التحصينات الدوريه المتعاقبه والتحصينات القوميه. عندنا معهد بحوث الامصال واللقاحات يمكن انتاجيته زادت عشرات المرات، انتاجيته زادت لتغطي احتياجاتنا من الامصال واللقاحات، وبيتم على طول دايما اكتشاف اي مرض جديد لتصنيع اللقاح والامصال الخاصه به. ويمكن عايز اقول لحضرتك احنا يمكن من اول الملفات اللي اتعامل عليها معالي وزير الزراعه السيد القصير والسيد نائب الوزير للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه فور توليهم المسؤوليه هو اعداد قواعد بيانات دقيقه موثقه. يمكن قبل كده ما كانش فيه قواعد بيانات دقيقه، فبالتالي كانت معظم الاجراءات والقرارات اللي بتتاخد كانت بتبقى مش صائبه قوي، لكن عندي قواعد بيانات سليمه والكترونيه موثقه بتساعد كتير قوي في اتخاذ القرار. اصبح دلوقتي لدينا خريطه كامله لثرواتنا الحيوانيه والداجنه على مستوى الجمهوريه بمراكزها بمحافظاتها بقراها كمان، عارفين احتياجاتنا من الامصال واللقاحات، عارفين اي مشكله بتظهر فين وبتبتدي نتعامل معاها بسرعه. عمليه ان برضه معالي وزير الزراعه لما بيرفع قيمه التعويض لاي حيوان منتج للبن او منتج للحوم لا قدر الله بحيث ان يعوض مالك ومربي الحيوان عن قيمه الحيوان، فبيتم التخلص الامن منه. قبل كده يمكن كان القله من ضعاف النفوس ممكن يتخلص منه بالبيع او ينزل في الاسواق او يوزع لبنه، دلوقتي التعويض اصبح مجزي واصبح يساوي قيمه الحيوان، ومش بس كده تكثيف كمان عمليات الرقابه البيطريه والصحيه واخذ الفحوصات باستمرار وعمل الاختبارات المعمليه لاكتشاف كل دي مجهودات كبيره جدا بيقوم بها القطاع. بنشكرك يا دكتور طارق، دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والدجانه، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. فاصل سريع نرجع لحضراتكم على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية للعيبة المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر، وضمت القائمة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حجازي وطارق حامد ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وسام مرسي. لاعبة فريق نادي الزمالك اتدربوا امبارح تدريبات تكتيكية متنوعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وكانت التدريبات عبارة عن المرور من الحواجز الحديدية والتسديد على المرمى، وبعدها خاضت اللاعبة تدريبات على ضربات الرأس. المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على إقامة المعسكر الخارجي في هولندا علشان تجهيز اللعيبة فنيا وذهنيا للموسم الجديد، والمعسكر هيكون مدته 10 أيام من 16 لحد 26 سبتمبر. منتخب تنس الطاولة سيدات نجح في التأهل لنهائي البطولة الإفريقية اللي بتتلعب في الجزائر، وجه تأهل منتخب السيدات بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في منافسات نصف نهائي البطولة. هنروح معاكم لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وحقق فريق مانشستر يونايتد الانجليزي انتصار كبير على فريق ارسنال بنتيجه 3-1 في مواجهه لجماعتهم في قمه الجوله السادسه من بطوله الدوري الانجليزي. بالنتيجه دي لسه بيتصدر ارسنال جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطه، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطه. فريق برايتون فاز على فريق ليستر سيتي بنتيجة 5-2 في المواجهة اللي جمعتهم ضمن ختام منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، وبكده رفع برايتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في ترتيب صدارة الجدول العام للدوري، أما ليستر سيتي ففي المركز العشرين والأخير من ترتيب البريمير ليج برصيد نقطة واحدة بس.
هنروح معاكم للدوري الايطالي وفريق اودينيزي اللي حقق فوز كبير على فريق روما 4-0 في قمه الجوله الخامسه بالدوري الايطالي، ده في المباراه اللي اتلعبت بينهم امبارح، وبالنتيجه دي وصل فريق اودينيزي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 10 نقاط، وروما في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق الاهداف لصالح اودينيزي. بكده خلصت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع أعتقد بيهمنا كلنا، خلاص يعني شوية كده والجو هيبدأ يتغير مع قرب دخول فصل الشتاء، واللي بيعتبر بيئة مناسبة لزيادة انتشار الأمراض التنفسية أو الفيروسات زي كورونا وإنفلونزا. طيب ازاي نقوي مناعتنا؟ ازاي نحمي نفسنا من مخاطر الاصابه بالفيروسات دي؟ اسئله كتير جدا هعرف اجابتها من ضيفنا دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالمسلق واللقاح. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب قبل ما ادخل في فكره احنا ازاي نقوي مناعتنا، عايز اعرف من حضرتك ازاي اصلا اقدر اقيس مناعتي؟ يعني انا اعرف منين ان انا مناعتي ضعيفه او مناعتي كويسه متوسطه او لا مناعتي قويه، اعرف ازاي؟ طيب خلينا نقول مفيش حاجه اسمها ازود مناعتي. المصطلح ده قد يكون مصطلح طبي للاطفال، ولكن كبار السن او البالغين نقدر نقول ازاي احافظ على جهاز مناعي متوازن. خلاص الشخص البالغ هو وصل لمرحله مناعيه ان هو كل اجهزته اكتملت بما فيهم الجهاز المناعي اللي هو عباره عن منظومه، مش جهاز واحد، منظومه من عده اجهزه. بعد سن البلوغ بنقول احافظ على جهاز مناعي متوازن، لان انا عندي حاجه اسمها مناعه مفرطه، مناعه ذاتيه، ودي حاجه خطيره وفي عندي ضعف مناعه، فان انا احافظ على جهاز المناعي المتوازن دي شيء مهم جدا. لكن أقوي مناعتي، المصطلح ده ممكن يكون مناسب لطفل لسه في مرحلة النمو، فإزاي أشكل هذا الجهاز وأقويه ليصبح جهاز مناعي متوازن؟ أدوية تقوية المناعة اللي بنشوفها دي موجودة واللي بيتعلن عنها على أساس أنها أدوية بتقوي الجهاز المناعي للكبار، دي مصطلح غير طبي، لكن أحافظ على جهاز مناعي بفيتامين بأدوية تحت إشراف طبي لشخص هو محتاج لهذا، ده اللي ممكن نتكلم فيه. لكن ما فيش حاجه اسمها خد ده هيقوي مناعتك. هو انت محتاج ده ولا لا؟ ممكن مريض روماتويد، مريض ذئبه، مريض مناعه ذاتيه، مريض اصلا مش محتاج ده، مريض عنده العنصر ده جسمه فيه زياده، انا بدخله بكميه اكبر يضر الكلى يضر الكبد، ولكن اقول له احافظ على جهاز مناعي متوازن ازاي؟ واقول لطفل قبل مرحله البلوغ اقوي مناعتك ازاي؟ طب المضادات الحيويه يا دكتور، يعني في ناس حضرتك بتتكلم دلوقتي على مقويات المناعة، في ناس بتفرط بقى في المضادات الحيوية، هل ده بيؤثر على الجهاز المناعي ولا ما بيأثر؟ ده شيء نقيضي تماما، زي ما حضرتك بتقول ان احنا قعدنا 3 سنين في ظل كورونا الناس كلها بتاخد كم من مضادات حيوية في عدوى فيروسية زي الانفلونزا وكورونا، ليست لا مفيش داعي اصلا من الاساس ان انا اخد مضاد حيوي، ومفيش حاجه اسمها اخد مضاد حيوي وقائي لاحسن اتعب، مفيش الكلام ده خالص، بالعكس المضادات الحيويه فرض استخدامها تؤدي الى مقتل او ان احنا بنموت البكتيريا النافعه في الجهاز الهضمي ونمو البكتيريا الضاره، وده بيأثر على مناعتنا. فرط استخدام المضادات الحيويه بينمو جيل من البكتيريا مقاوم الى المضادات الحيويه، فبالتالي عندما تصاب بعدوى بكتيريا شديده ممكن المضاد الحيوي ما يجيبش نتيجه معاك، لان جهازك المناعي اعتاد على هذا النوع والبكتيريا حصل مقاومه ضده، وبالتالي ممكن هذا المضاد لا يصلح. ففرط استخدام المضادات الحيويه بدون داعي لانها اغلبها عدوى فيروسيه في الاصل ما بتحتاجش لمضاد حيوي، يؤدي الى نمو البكتيريا النافعه في جسمنا، يؤدي الى وجود سلالات من البكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، وبالتالي يحدث نوع من ضعف المناعه. فبالتالي غير مستحب استخدام مضادات حيويه، غير مستحب الافراط في الفيتامين اللي احنا بنقول عليها بتزود مناعتنا الا تحت اشراف طبي لشخص الطبيب يرى ان هذا الشخص يحتاج الى هذا النوع من المضادات من الفيتامينات. اما طفل بقى صغير انا لا عايز اشكل مناعته، عايز ابنيها، ببنيها ازاي او بحسنها وبقويها ازاي؟ عن طريق أشياء مهمة جدا، نقدر نتكلم عن 5 أشياء ولقاحات. ال5 أشياء أول حاجة فيهم الغذاء، تغذية هي الشيء الأهم لطفلي عشان نبني جهازه المناعي. إزاي أبني جهاز مناعي الطفل؟ عن طريق الغذاء. الغذاء البروتيني هام جدا لطفل، إن أنا أغذيه غذاء بروتيني عالي الجودة، قليل الدسم، قليل السكر، أبعد عنه المواد الحافظة، أبعد عنه المواد الصناعية، أبعد عنه الأكلات الدسمة، أبعد عنه الأكلات الغنية بالسكريات العالية، لأن كل هذا يؤثر على مناعة الطفل ويؤثر على نموه. أكثر من المعادن، من الزنك، من فيتامين سي، من عن طريق أخذها من مصادرها الطبيعية، من الفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي زي الجوافة والبرتقال، من الزنك ناخده من البقوليات والمكسرات، فيتامين د ناخده من الشمس ومن السمك، كل هذه الأغذية، وأبعد عنه الأكلات اللي فيها مواد مكسبات طعم
وحاجات ملونه، لان كل ده بيأثر على مناعه الطفل. دي بنسميها التغذيه المناعيه السليمه، ودي اول كبسوله لبناء جهاز مناعي. تاني كبسوله لو الطفل يستطيع يمارس اي نوع من الرياضه او النشاط الرياضي. صحيح. مهم جدا، لان الرياضه بتحسن من اداء الدوره الدمويه وبتنشط هذا الجهاز المناعي. ثالث كبسوله المدخنون بالذات الكبار والتدخين السلبي للاطفال. التدخين عنصر سلبي وبيأثر على مناعه اطفالنا وبيأثر عليها بالسلب ويجعلها اكثر عرضه للاصابه بالامراض. يبقى البعد عن التدخين سواء كان ايجابي او سلبي. رابع كبسوله النوم، طفلي ينام بدري وقسط من النوم لا يقل عن 8 ساعات يوميا. ده مهم جدا لزياده افرازات الهرمونات الخاصه بالجهاز المناعي. الكبسوله الخامسه البعد عن التوتر والقلق والانفعالات الزايده للكبار، لان ده بيأثر على اطفالنا وبيأثر على مناعتهم. دول خمس كبسولات مناعيه لجهاز مناعي متوازن. هنضيف عليهم اللقاحات. اللقاحات مهمه جدا جدا جدا، لان دي هي التي تعطي المناعه ضد العدوات الفيروسيه. لقاح الانفلونزا مهم جدا في مدخل الخريف والشتاء لوقاية من الانفلونزا. لقاح كورونا مهم جدا، لان احنا لسه في جائحة لم يعلن انتهائها، وبالتالي الاقبال ان نكمل في الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا مهم جدا. طب اهميتهم السنة دي ايه بالذات؟ لاننا داخلين على الخريف، وزي ما حضرتك قلتي موسم انتشار العدوات التنفسية بما فيها الانفلونزا والبرد وكورونا. وكورونا في الفترة الاخيرة وبالذات مع الموجة الستة ابتدت حدته تقل، لأصبح يشبه دور البرد أو إنفلونزا، وبالتالي أنا مقبل على عدوات تنفسية متشابهة في أعراضها. الحل إيه؟ أقوي مناعتي أو أحسنها وظيفيا زي ما أنا قلنا بالأشياء اللي احنا قلناها، وكذلك أن أنا أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا. إذا تم جهاز مناعي متوازن بالإضافة إلى لقاحات هيعدي الخريف والشتاء بدون مشاكل صحية. بالنسبة للأطفال يا دكتور. تمام. لكن هرجع تاني للسؤال الأول بالنسبة للكبار. دلوقتي انا اقيم مناعتي ازاي؟ ابقى عارف ان انا مناعتي ضعيفه محتاج ان انا اقويها او يعني اخليها او احافظ عليها زي ما حضرتك قلت، او اخليها متوازنه زي ما حضرتك قلت، او انا مناعتي قويه محتاج يمكن للحفاظ على هذا التوازن محتاج مثلا فيتامينز ثانيه، محتاج معامله ثانيه، اعرف منين اقيم منين جهازي المناعي؟ هل من خلال التحاليل ولا من خلال؟ هقول لك قبل الفحص وقبل التحاليل. التحاليل مهمه، بس التاريخ المرضي. انا شخص كل شهر بعية بيجي لي التهاب رئوي، انا شخص بيجي لي نزله كل اسبوعين، كل شهر بعية بسخن بيجي لي التهاب رئوي وبخش المستشفى ويقول لي الحق ده انت عندك عدوى بكتيريه، لا الشخص ده هو لازم يتجه للطبيب لفحص مناعي ونشوف هو. لا مش من الطبيعي ان شخص يصاب بدور نزله او التهاب رئوي كل شهر. يبقى معدل الاصابه بالامراض المعديه هو معدل مناعي، كلما كسرت اصابه الشخص بنزلات البرد والنزلات الرئويه يبقى هذا الشخص قد يكون ضعيف مناعيا، يحتاج الى فحص طبي عن طريق بنعمل تحاليل دم شامله خاصه بصوره الدم وخاصه بالاجسام المضاده والاجسام المناعيه في دمه. اذا ثبت وجود خلل ما بيتم اعطائه تعويض على هذا الخلل. طب هل هي الاجسام المضاده هي الحاجه الوحيده المهمه للمناعه؟ هي طبعا هي الحاجه الاساسيه، ولكن هناك عناصر مكمله بتحسن من هذا، زي الزنك مثلا، زي فيتامين د. نقص فيتامين د قد يؤثر على مناعه الشخص، نقص الزنك قد يؤثر على مناعه الشخص. فإذا تم فحصه أنه سليم بالنسبة للأجسام المضادة، قد يكون هناك عناصر معدنية يحدث فيها بعض النقص تحت إشراف طبي يتم إعطائها لهذا الشخص. ولكن في حالة إيه؟ في حالة أن يكون هناك تاريخ مرضي أن الشخص هذا يتعرض لنزلات بمعدل أكثر من الشخص الطبيعي. هو معدل الشخص الطبيعي قد إيه؟ احنا في الموسم كله ممكن يجي لك خمس ادوار برد او انفلونزا طول السنه كلها، لكن لو شخص او طفل بيجي له كل اسبوعين دور وبيخش المستشفى وبيتحجز وحرارته بترتفع، يبقى قد يكون هذا الشخص بالفعل لديه مشكله ما مناعيه، فبالتالي بيتم الفحص الكشف الطبي واجراء بعض التحاليل الخاصه بالمناعه والمعادن. في حاله احتياجه هذا الشخص ليه عنصر معدني معين او اجسام مضاده معينه يتم تعويضها لهذا الشخص. طب في حاله عدم احتياجه، العوده الى الطبيعه، اخذ العناصر المعدنيه من مصادرها الطبيعيه بالجرعات المعتاده، غير ذلك الافراط في المكملات الغذائيه من الفيتامين قد يكون له اثار جانبيه على الكلى والكبد. وان احنا خلي بالك بناخذ بلا وعي، بقى لنا 3 سنين بناخذ فيتامين، ودي كم او وقت كبير جدا، انت مش بتاخد مره وتبطل، لا انت في استمراريه في ظل جائحه. كلنا كنا بنتكلم عن المناعه والخوف من الاصابه جعل الناس كتير جدا جدا تلجا للزنك وفيتامين سي. طب اللي بياخد زنك وفيتامين سي كنوع من انواع الوقايه واستمر عليهم، برضو فرط استخدام فيتامين سي يؤثر وتكوين حصوات على الكلى، فرط استخدام الزنك قد يؤثر على الشخص بنسبه كبيره على الكبد والكلى، فبالتالي الجرعات البسيطه الاعتياديه من مصادرها الطبيعيه هي الاضمن. انت ما عندكش حاجه عايز تاخدها وقائيه، طب ما خدها من الغذاء،
من خضرواتك من الفاكهة، خدها من مصادرها الطبيعية، إلا إذا ارتقى الطبيب أن لديك نقص في عنصر الزنك أو لديك نقص في عنصر فيتامين د، ممكن تأخذها في صورة فيتامين تحت إشراف طبي. طيب دكتور، برضو بنسمع دايما أنه الحالة النفسية تؤثر على المناعة بشكل مباشر، تعليق حضرتك إيه؟ العامل النفسي وفي ظل 3 سنين من فوبيا وخوف كورونا يجعل الشخص أكثر استعدادا للدخول في مضاعفات الإصابة. فرص الإصابة للجميع واحدة، ولكن الشخص المضطرب الخوف والقلق وفوبيا الإصابة تجعلك أكثر عرضة للدخول في مضاعفات. ممكن تكون أنت مناعيا سليم، لكن خوفك وقلقك من الإصابة والخوف المرضي من الموت والقلق من كورونا بيجعل الأشخاص أكثر عرضة للدخول في مضاعفات. الشخص السليم مناعيا الذي لديه نوع من الفوبيا أو القلق والخوف عند الإصابة، الإصابة تعدي بسلام بسبب أن مناعته جيدة، بيتم الحفاظ على المناعة الجيدة دي عن طريق اللي احنا قلنا عليه، فبالتالي ما بيخشش في مضاعفات. الشخص القلق الخايف الشخص التوتري الانفعالي يدخل في مضاعفات أكثر من شخص غيره. ليه؟ لأن المناعة بتبقى مضطربة وظيفيا وليس عدديا، كفائتها بتقل، فرص الدخول في مضاعفات أكثر للشخص المضطرب أو النفسي أو العصبي أو التوتري. عشان كده أغلب الأشخاص التوتريين دخلوا في مضاعفات أثناء دول كورونا. خوف المرضي من العدوى كورونا إنه هيخش الرعاية هيخش المستشفى بالفعل قد تؤثر على مناعته بالسلب، وبالفعل قد يدخل في مضاعفات عند الإصابة. يعني بشكل عام نقدر نقول الواحد مفروض إنه هو يلتزم بجدول عامل إزاي علشان يقي نفسه عامل كده. يعني لو نقول روشتة سريعة يا دكتور: غذاء سليم، رياضة، بعد عن التدخين، بعد عن القلق والتوتر، النوم الصحي المبكر، واللقاحات، ومهمة جدا لأن ده الموسم بتاعها. في سبتمبر هو موسم الحساسية، موسم النزلات، موسم العدوى الفيروسية، فبالتالي غذائنا المناعي والرياضة والبعد عن التدخين بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا، وهو مهم جدا العام ده بالذات، لأن احنا سيكون هناك عدوات فيروسية متشابهة خلال الخريف والشتاء، ناخد لقاحاتنا. لا تزال لقاح الإنفلونزا مهم، لا يزال لقاح كورونا مهم في هذه المرحلة لأن كورونا لم تنتهي، فبالتالي الإقبال على منظومة اللقاحات شيء هام ضروري. وزي ما قلنا أيضا البعد عن التوتر والقلق والإنفعال، يبقى الغذاء والرياضة والبعد عن التدخين والنوم مبكرا والبعد عن القلق والتوتر زائد اللقاحات، الست المنظومة دي، الخمس كبسولات واللقاحات، هو ده اللي هيعدي جهازك المناعي وهيخليك تواجه أي عدوى فيروسية بدون أي مضاعفات، وهيجعل الإصابة إذا حدثت تكون إصابة بسيطة بدون أي مضاعفات خطيرة. طيب دكتور، يمكن في الوقت ده من السنة في ناس بيبقى عندها حساسية من الوقت ده تحديدا، وناس أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وما إلى ذلك، دلوقتي إيه المفروض يعني يتصرفوا إزاي؟ هل اللقاحات لقاح الإنفلونزا مثلا يكون مفيد بالنسبة لهم، ولا في علاجات تانية؟ طيب، هو مريض الحساسية بيتحسس من تغيير الفصول، من التراب، من الغبار، من الخريف، واختلاف درجات الحرارة. الإصابة الفيروسية بالبرد والإنفلونزا تهيج الجيب الأنفي وتهيج الصدر وتؤدي إلى أزمات ربوية والتهاب في الجيوب الأنفي. فأول خطوة زي ما حضرتك قلتي إن أنا أمنع الإصابة بمضاعفتها عن طريق لقاح الإنفلونزا. طب هو بيمنع الإصابة؟ بيمنع الإصابة بنسبة ما، ولكن الأكثر هو المنع المضاعفات الخطيرة من الإصابة. بمعنى قد تصاب بالإنفلونزا ولكن بدور بسيط، بدور أخف، بدون مضاعفات خطيرة على الجيوب الأنفية أو على الرئة. فبالتالي لقاح الإنفلونزا مهم جدا. إيه تاني؟ العودة لمريض الحساسيه ومريض الربو اللي استغنى الفتره اللي فاتت عن علاجه وبخاخاته، العوده في هذا الفتره الى اخذ البخاخات، موسعات الشعب، مضادات الهستامين اللي الشخص كان بيعتاد استخدامها وبطل استخدامها لان حالته مستقره. لا، سبتمبر اكتوبر هو الخريف، هو تغيير الفصول، هو موسم النزلات لمريض الحساسيه، فبالتالي الوقايه من الان بالتغذيه المناعيه، باللقاحات، بأخذ أدوية الحساسية في هذه المرحلة شيء هام جدا وضروري لمريض الحساسية. ليه أعداد المصابين بالإنفلونزا وبالكورونا بتبقى في أعلى معدلاتها في فصل الشتاء، ما بنشوفش ده في الصيف؟ طب هقول لك حاجة تاني، لا مش في الشتاء بقى، ده في الخريف أكتر، اللي هو الموسم اللي جاي معدل الفيروسات أكتر. ليه؟ لأن الخريف مشهور بتقلباته الجوية على مدار اليوم مش على مدار الأسبوع. صح. بمعنى أنت ممكن النهاردة تنزل الصبح بتيشيرت، ترجع بالليل تلاقي الدنيا بيضاء. بالفعل. أو بطلت التكييف النهاردة شغلته بكرة، النهاردة ساعة، النهاردة برد، على مدار اليوم. اختلافات درجات الحرارة تؤدي إلى نشاط فيروسي، تؤدي إلى صدمات حرارية. ولكن الشتاء مع ثبات درجة حرارته بتقل، مع الصقيع بتقل النزلات. ولكن مع اختلاف درجات الحرارة اللي هي 10 9 10 11
هو اكثر موسم لانتشار العدوات الفيروسيه، ودول الاشهر اللي احنا بنحذر فيهم الناس من الاصابه بالانفلونزا، ان احنا دول بنقول لهم اللقاح مهم في هذا التوقيت في شهر 9 وشهر 10، وكذلك مريض الحساسيه اللقاح مهم في هذا التوقيت، والمحافظه وطرق الوقايه هي الاهم. يعني احافظ على نفسي ازاي؟ ثبات درجه حرارتي، ما فيش حاجه اسمها النهارده حر اقوم قالع، لا اثبت، لان لسه الجو لم يثبت لدرجه حراره ان انا خلاص هشتي. التكييفات والمراوح وتغيير الجو، مفيش حاجه اسمها اخرج من جو ساقع لجو سخن او جو سخن لجو ساقع. حفاظ على درجه حرارتي باللبس القطني المعتدل، سواء جو ساقع شويه او سخن شويه، استحمل، مفيش حاجه اسمها اخفف مره واحده او اتقل مره واحده على مدار اليوم. كل ده بيعرض جسمك لاختلاف في درجات الحراره ويجعل عرضه اكتر لان العدوى الفيروسيه تخترق جسمك بسهوله. طيب بما ان حضرتك يا فندم شددت على تلقي اللقاحات، عايز اعرف من حضرتك هل كل شخص يقدر ان هو يتلقى اللقاحات، ولا في اجسام ممكن ما تستجبش لبعض اللقاحات؟ طيب هو مين اللي ياخد اللقاح الاول فوق الستة اشهر لقاح الانفلونزا؟ قبل ستة اشهر مش هياخد لقاح الانفلونزا. مين تاني مش هياخده؟ لو شخص النهارده عنده دور ارتفاع حراره شديد هيأجل اخذ اللقاح، بس مش هياخده، بس مؤجل لحين انخفاض الحر. دول بس. في حاجات امراض اسمها متلازمه مناعيه بتؤثر على الاعصاب، ودي مش خطر جدا ان احنا ناخد فيها لقاح الانفلونزا. دي من ضمن الحاجات. المرضى اللي عندهم حساسيه من البيض وفرط حساسيه من البيض لان اللقاحات مصنعه من البيض، ده مش هياخد اللقاح. غير كده من جميع الامراض المزمنه سواء السكر او الضغط او اي مرض مناعي اخر هياخد هذا اللقاح. يبقى احنا ممنوع لتحت 6 اشهر في ارتفاع الحراره يؤجل. متلازمه جوان باري اللي هي متلازمه الشلل الرباعي دي خطيره جدا ناخد فيها اللقاح، لان اللقاح بيأثر عليها، هي دي موانع اخذ اللقاح فقط لا غير. غير كده السن مفيش مشكله فوق الستة اشهر. الحوامل اهم جدا ان ناخد اللقاح. امراض المزمنه زي السكر زي الضغط زي القلب اخد لقاح الانفلونزا، بل بالعكس مهم جدا لهذه الفئه لان زي ما قلنا اكثر عرضه للدخول في مضاعفات عند الاصابه. شكرك دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح. شكرا جزيلا لحضرتك، ربما وضحت لنا وحطت لنا روشتة بشكل عام للتعامل مع فصل الشتاء و يعني قدوم هذا الفصل، وخصوصا لمرضى الجهاز التنفسي. شكرا لكم. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف. تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وكذلك تعظيم الثروة الحيوانية إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك اللجان الفرعية 15 المنبثقة عنها. ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها.
أعلن الرئيس فولودمير زيلينسكي تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي على القوات الروسية، وأشاد زيلينسكي بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا. وقال الرئيس الأوكراني إنه تلقى تقارير جيدة من قادته العسكريين ورئيس المخابرات حول العمليات العسكرية في أنحاء البلاد. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وفي الاتحاد الأوروبي نظرا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد. وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارينا في مؤتمر صحفي في هلسنكي إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية وسيساعد شركات الطاقة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وذلك تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي. قالت الشرطة الكندية أنها تبحث عن شخصين يعتقد أنهما قتل 10 أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 15 آخرين طعنا في إقليم ساسكاتشوان غرب كندا. وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاكمور في مؤتمر صحفي إن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا، مشيرة إلى أن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذا التوقيت. ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي بأنه مروع ومفجع. نهاية موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة دور كبير جدا بتقوم بيه مؤسسة الأزهر الشريف من خلال إنها تواصل دورها المجتمعي من خلال وحدة الدعم النفسي اللي سبق وأسسها من فترة، واللي وظيفتها إنها تقدم كل أشكال الدعم والتصدي لأي أفكار سلبية ممكن توصل لبعض الشباب، خاصة إنها يعني في المراحل العمرية يمكن من سن مثلا البلوغ من سن 18 سنة لغاية سن الثلاثينات، للأسف بيوصل لمرحلة اكتئاب أو تفكير حتى في محاولة إنهاء حياتهم. وده اللي هيخلينا نسأل النهاردة إيه المسارات اللي مشيت عليها هذه الوحدة للاقتراب من الشباب بشكل أكثر؟ هل الأسرة مطلوب منها المشاركة في هذا الدعم النفسي؟ وإجابات وافية هنعرفها النهاردة من ضيفنا اللي نورنا في الاستوديو الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم حضرتك وأستاذ المشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك. خليني طيب في البداية أعرف يعني من حضرتك إيه الدافع وراء تأسيس هذه المنظومة في المقام الأول؟ تمام. أولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي. لو حازت الشمس بعض كماله ما عدمت إشراقا، ولو كان للآباء شفقة قلبه لذابت نفوسهم إشفاقا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبكي للبهيمة المثقلة واليتيم في حجر الأرملة. وبعد زي ما حضرتك بدأت يا أستاذة أن الأزهر كان مهتم بحل المشكلات وبالتشابك أو بتقديم ما عنده من مشكلات من حل للمشكلات مطروحة على الساحة. وفي الوقت الأخير أو في الأيام الأخيرة لاحظنا على السوشيال ميديا بعض الأفكار السلبية، وللأسف الأفكار السلبية باتت مشهورة منتشرة، حتى أن المقدم على هذه الأفكار أصبح ممكن يعمل بث مباشر أو يعمل لايف لنفسه وبيعمل هذه العادة السيئة أو الفكرة السلبية. فالأزهر أنشأ وحدة تسمى وحدة الدعم النفسي.
والحقيقة أن الوحدة ليست من الآن، بل أظهر كان له مبادرة سابقة عن ذلك. ففي العام الماضي في شهر سبتمبر الأزهر أطلق مبادرة أنت غالي علينا، ونقصد بهذه المبادرة أنت غالي علينا أن الإنسان يا أستاذة جمانة وأستاذ مصطفى، الإنسان مقامه غالي ومقامه عند الله عالي، والأديان كلها والشرائع جاءت لمصلحة الإنسان، بل من مقاصد الشريعة الإسلامية أولها حفظ النفس. وحفظ النفس هذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على نفسه، ويجب على الآخرين أن يحافظوا على بعضهم البعض، ويحرم على الإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها، يحرم على الإنسان أن يباشر أي فعل من أفعال التي تحمله فوق طاقته. طب احنا هنعالج إزاي ده؟ نعم. يعني خليني برضو أبقى صريح معك وداخل معك. جميل. دغري. جميل. احنا عندنا مشاكل حقيقية بنشوفها في السوشيال ميديا، وشباب بينهوا حياتهم وحد بيقتل البنت اللي بيحبها، ومشاكل بصراحة جديدة. نعم. الأزهر بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ احنا بنتعامل طبعا الفتاوى ليها دور، لكن انا هعالج ده ازاي؟ تمام. حضرتك من خلال المتابعة ومن خلال الاستماع المباشر للمستفتين، ومن خلال يعني عندنا المركز يستقبل اتصالات ويستقبل عبر الوسائل المختلفة، فيسبوك صفحة المركز، وفي هذه الصفحات يعني بيكون المرسل لنا بيكتب كما يشاء، ما فيش عنده أي حرج من أي شيء. فقمنا برصد هذه الأمور، والمعروض على الساحة والمعروض في الناحية الإعلامية كان دور الأزهر. ماذا يفعل الأزهر في حل هذه المشكلة؟ مشكلة كبيرة زي ما حضرتك بتقول، في حالة من اليأس. نعم. حالة من اليأس كبيرة. مشكلة كبيرة. كيف تحل هذه المشكلة؟ المركز أنشأ الوحدة. الوحدة هل تحتوي الوحدة أو هل تضم الوحدة علماء الدين فقط، أو هل علماء الدين بمفردهم قادرين على حل هذه المشكلة؟ أقول لحضرتك بأعلى الصوت لا. الوحدة فيها أساتذة متخصصين من علماء النفس وعلماء الاجتماع وشتى التخصصات المختلفة، تكاتفنا وتحدثنا كثيرا كثيرا للوصول لحل لهذه المشكلة. كيف يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة؟ أولا قمنا بدراسة أسباب المشكلة، ما هي الأسباب التي تصل بالإنسان إلى أن يفكر في هذا الفكر، إلى أن يصل بالإنسان إلى أن يفكر في إنهاء حياته، يبقى عنده ميول أن ينهي حياته. فالأسباب لما قمنا بدراسة الأسباب وجدنا أسباب، أول سبب من الأسباب اللي على أساسها تأتى هذه المشكلة عدم وجود لغة الحوار في الوقت اللي احنا فيه. حضرتك تتفق معي ان لغة الحوار باتت او اصبحت نادرة جدا، فقد يكون الوالد مع الولد او الابن مع امها في بيتها طوال اليوم لا يتحدثون مع بعضهم 5 دقائق، كل الوقت بتاعها ماسكة التليفون او ماسكة السوشيال ميديا، لا تتركه مدة طويلة وتستقي منها المعلومات، تتحدث مع مواقع ربما لا تعرفها ولا تعرف لها اصلا عن المشكلات وتعرض لها، بل وتستقي منها المعلومات. هذه المعلومات قد تكون معلومات سيئة، قد تكون معلومات غير صحيحة، وبالتالي تساهم وتشارك في نزاع في يعني تعظيم هذه المشكلة في وجهة نظرها، وبالتالي ترى أنه لا حل لها من الحياة إلا أن تخرج من الحياة. أبويا ما بيسمعنيش، والدتي دايما ما بتكلمش معي، أخويا دايما بيتنمر علي، ما فيش حد بيسمعني، أنا كده ماليش لازمة في الحياة، أنا كده ما حدش معتبرني في الحياة، وبالتالي أعمل إيه؟ أنا هسيب لهم الحياة وريحهم. ولا حضرتك لا، ده كمان بيكتبوا وصية. نعم. للأسف مثلا والدي ما يحضرش. نعم. الجنازه. طب انا كنت عايز ما تحضرش، دي حاجه كنت عايز اقول لحضرتك، يعني الامر لم يصل عند هذا الحد فقط، بل يصل انه يكتب وصيه ويسجل في الوصيه اني انا مت ومش عايز والدي او والدتي يحضروا الجنازه بتاعتي عشان هم السبب. لما نبحث في العلاقه بين الوالد والولد او بين الاب والابن، نجد ان الاصل في العلاقه التراحم والتواد والحب والموده والسكينه والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي. لماذا تغيرت هذه الثقافات وهذه الفطره؟ شرخ كبير. الله يكرمك. ما السبب في هذا الشرخ؟ عدم وجود لغه حوار بين الاب والابن، بين الام والبنت. فبنقول لكل اسره واجب علينا ان احنا نتكلم مع الاولاد، واجب علينا ان احنا نتحاور مع الاولاد، ونتحاور مع الشباب بعقليتهم، لا نتحاور معهم برؤيتنا الاحاديه، انا شايف بس، انا ماشي في الطريق وان واي، ما فيش حد يتكلم، ما حدش يقول رايي، لا، هذا لا يصلح مع شبابنا ولا يصلح مع ابنائنا.
لما بنستمع للشباب في هذه الوحدة ويأتون الشباب إلينا، بيتم التواصل معهم إزاي أو كيف يتم تواصل الأزهر في هذه الوحدة مع الشباب؟ الشاب يتصل أو إحنا يتصل به زميله أو يتصل بنا زميله أو صديقه، أنا عندي صديقي أو عندي زميلي خلاص يأس من الحياة وخلاص كتب بوست كده فيه ميول لإنهاء حياته، ماذا نفعل؟ نقول له اترك لنا رقم هاتفه واترك لنا ما تعرف عنه ويتم التواصل مع الشاب. لما يتم التواصل مع الشاب نحدد موعد للشاب، إن استطاع أن يأتي إلينا في مشيخة الأزهر نجلس معه في مشيخة الأزهر جلسة طويلة مطولة. أنا عايز أقول لحضرتك إن أول عامل لنجاح هذه الجلسة أننا نستمع أكثر مما نتكلم. لازم طبعا نستمع، يعني الأصل أنني أجلس معه لأستمع إليه استماعا طويلا، يتحدث حتى يعني كل الطاقة اللي عنده تخرج وما عادش عنده حاجة تانية عايز يقولها وخلاص. فلما يخلص كده يجد هو نفسه نوعا ما من حد بيسمع له، أيوة. حد بيتكلم معاه، حد مهتم بمشكلته، حد ماسك ورقه وقلم وبيدون وراه يكتب وراه ابرز الاسباب وابرز المشكلات عنده، هو يخرج كل ما عنده، يعني يحدث عنده شيء من الراحه، بقى هو متاهب او متاهل انه يسمع لك، وده في الكثير الغالب. نبدا نحل ما هي اسباب مشكلته، قد تكون يعني او قد يكون الاهم او ابرز المشكلات عنده هي فهم خاطئ لحكم شرعي، وهذا يكون دعمه قاصر على ان يوضح له الحكم الشرعي وان تزال عنده الشبهه وان يوضح له الصواب من الخطا. حكم شرعي متعلق بايه؟ يعني قد يكون انسان واحد عنده وسواسه في الصلاه ووسواسه في الوضوء ووسواسه في حياته، ويقول لك انا اصلا انا قلت كذا والكلام دوت يخرجني من الاسلام والكلام ده كده، اعمل ايه؟ اخرج من الحياه. انا بصلي وربنا ما بيحبنيش وربنا مش هيقبلني وبالتالي اخرج من الحياه. نبدا نقول له حبيبي انت بنيان الرب، أنت عند الله عز وجل غالي، أنت أغلى عند الله من الكعبة، الكعبة التي حجر من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، أنت جميلة وأنت طيبة، أنت من الجنة، ولكن حرمة الإنسان عند الله أعظم منك، حرمة المؤمن عند ربنا أعظم من حرمة هذا الحجر الذي هو من الجنة. نبدأ نقول له ده أنت مخلوق بيد ربنا، ربنا اللي خلقك بيد، اللي ما خلقته بيدي بيد ربنا، أنت غالي عند ربنا. وبالمناسبة لسنا بدعا، بل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أحكي موقف بسيط كده هو. تخيلي أن حد يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعبد ليس حرا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أظن والله أعلم أنه رأى فيه أنه عنده شيء من الإشكالية أو شيء من المشكلة. النبي إن صح التعبير يمزح معه، بلغتنا يا أستاذة جمانة نقول إيه؟ بيهزر معاه. إيه اللي حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجل واقف كده، قوم سيدنا النبي يجي من ورا ظهره، الروايه تحكي لنا كده، ويمسكه كده زي ما نعمل احنا مع حد من اصحابنا يعني. انت متخيل ان حضرتك النبي وهو صلى الله عليه وسلم مع عبد عنده يجد ده عنده مشكله، يقول من يشتري هذا؟ الراجل يقول له بقى اللي كتير من اولادنا النهارده قولها لنا وكتير من بناتنا، اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، محدش يشتريني، انا هتلاقي سعر رخيص، انا ماليش لازمه. نسمع الكلمة ديت وعادت موجودة، أنا ماليش لازمة في الحياة. أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، بل أنت عند الله غالي، أنت لست بكاسد، أنت عند ربنا غالي وعند ربنا مقامك عالي. فبنقول لكل إنسان يا أيها الإنسان أنت بنيان الرب، ملعون من هدمك، يا أيها الإنسان ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، أنت في أحسن صورة وفي أحسن تركيب. عندك مشكلة، ليس الحل للمشكلة أن نخرج من الحياة بالكلية، عايزين نفهم كيفية التغلب على المشكلات، عايزين ندرك ما هي ثقافة الحياة. والذي يعطينا المثل الأعلى والقدوة الأولى في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا حدثت لك مشكلة فأقول لك راجع حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي ابتلاه الله عز وجل بفقد ولد، بفقد بنت، فالحياة بالنسبة له خلاص كده بقت وقفة ملهاش لازمة، الحياة بقت سودة زي ما بيقول، أنا عايش ليه؟ أو أنا الولد ابني حبيبي حياتي كلها راح، فأنا خلاص يأست. أنت ألقيت يعني الاتهام على السوشيال ميديا، وقلت إن السوشيال ميديا هي السبب الرئيس في إن هي عملت هذا الشقاق وهذه الفرقة في هذا المجتمع، وهي اللي خلت إن الواحد مش حاسس بقيمته، لأن شريك حياته أو والده أو والدته مش حاسة بيه وطول الوقت ماسكة بده. ولكن احنا بنشوف اشياء كتيره تانية،
يعني هو حضرتك انا لم اقل ان السوشيال ميديا السبب، بندرس بنقول الاسباب. ايوه، هي إيه احد اللي الاهم اللي الاسباب اللي كانت السبب في انتشار هذا الفكر. وحضرتك كنت حضرتك قلت ان وجدنا الاستاذ جمانه وجدنا على السوشيال ميديا اللي كاتب رساله، والرساله مشهوره ومنشوره، يمكن السوشيال ميديا واللي كاتب سلطت الضوء نعم على ده بشكل ابرز، واللي كاتب واللي بيعمل يعني يباشر هذه الميول لانهاء حياته من خلال بث مباشر، وده امر واقع. والواجب علينا، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا ان نتعامل لحل هذا الواقع ولازاله الاشكال. طيب خليني اسال بقى حضرتك سؤال مهم جدا، بما احنا اتكلمنا على السوشيال ميديا وما الواجب علينا. نعم. للاسف بنشوف اشخاص يدعوا العلم بيكلموا في السوشيال ميديا على الاشخاص اللي بتمر بمراحل اكتئاب متقدمه بتوصلهم ان هم عايزين ينهوا حياتهم. بنشوف طريقه للتعامل مع الموضوع ده صعبه شويه، هو الشخص مش مستحمل. نعم. يخرج شخص يدعي انه صاحب علم يقول له هتطرد من رحمه ربنا، ما ينفع، طريقه صعبه جدا، يمكن ما تقربش الشخص او زي ما حضرتك كلمت فكره نسمعه. نعم. بنشوف تعليقات تانية من ناس على السوشيال ميديا انه حتى لا يجوز ان احنا نترحم عليك. تمام. فانا عايز اعرف من حضرتك بما ان احنا بنتكلم على لغه الحوار. نعم. ازاي اصلا نتعامل مع شخص يعني مقدم على انهاء حياته او للاسف وصل لمرحله متقدمه جدا من الاكتئاب؟ جميل، ربنا يبارك في حضرتك. لا شك ان حضرتك بتتكلم عن مشكله كبيره ومشكله واقعيه، ويعني ما نقدرش نغض الطرف عنها، ان حد يتكلم بدون اهليه وبدون ما يكون متخصص. بنقول للانسان دوت انت ترتكب حرام وستسال بين يدي الله عن هذا الامر. الامر الثاني، نتمنى او نرجو الله جل ان يصدر قانون يجرم ويمنع ان يتكلم كل احد في دين الله، وان يكون الامر مقصور على العلماء المتخصصين فقط، حتى لا نصل لنتيجه سيئه لا يرضاها الجميع والجميع يسعى لحل مشكلاتها. الامر الثالث، ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات او في التعامل مع المخطئ؟ أول موقف بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يريد أن يفعل فاحشة كبرى، القرآن الكريم نص عليها فاحشة كبيرة عظيمة، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم إذن، عايز يعمل إيه؟ يريد أن يقع في فاحشة الزنا. جاي للنبي بمشكلة ولا مش جاي له بمشكلة؟ جاي له بمصيبة مخالفة للدين ومخالفة للأعراف ومخالفة لكل الأمور. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ النبي أجرى معه الحوار، الحوار العقلي. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه إلى أن خرج الشاب النتيجة اللي خرج بها الشاب نتيجة الحوار مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحوار اللي هو مناسب لعقل المتلقي، مناسب لعقل المستمع، اقتنع به. خرج قال فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في نفسي أبغض من كلمة من هذه الكلمة القبيحة. اللي بيتكلم النهارده ويقول لي ما نتكلمش معاه، كيف لا نتحدث معه؟ الحديث معه بالنسبه لنا واجب شرعا، نحاسب عليه بين يدي الله ان قصرنا فيه. طيب اصل ما ينفعش اتكلم معه عشان ده مطرود من رحمه ربنا، ما ينفعش اترحم عليه، وما ينفعش اصلي عليه، وما ينفعش هذا الكم الكبير حضرتك قلت جزء منه. بنقول هذا كلام مجانب للصواب تماما، هذا الكلام غير صحيح. يعني ينفع ان انا ادعو له بالرحمه وادعو له بالمغفره وادعو له؟ اولا انا ما يدريني ان هذا الشخص الذي باشر هذا الامر لا شك انه شخص غير طبيعي، ربما وصل به الحال او ربما وصل به قبل التفكير في هذا او عند التفكير في هذه المشكله او عند مباشره هذه الفعله، انه خلاص اغلق عليه واصبح مريض نفسيا في درجه من درجات الجنون، اللي هو ما بقاش مدرك ماذا يفعل. محدش يعمل كده، محدش يباشر امر يعني ينهي حياته وهو عاقل متزن يعلم ما يترتب عليه. ده امر غير، وده الاساتذه العلم النفسي بيقولوه بالمناسبه. وبالتالي لعل هذا الشخص يعني قام بفعل هذا الامر وهو على غير ادراك وعلى غير علم. من يعلم هذا؟ انا لا اعلم هذا، الذي يعلمه ربه جل وعلا. فالواجب علي، هذا الرجل هو مسلم، يجب علي ان ادعو له، اصلي عليه، اكثر من الصدقات له، اسال الله و الجميع يجتهد في الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ورحمة الله قريب من المحسنين. طيب أخيرا يا شيخنا وسريعا جدا، عايز أعرف من حضرتك هل هناك رقم محدد ممكن حد بيواجه أي مشكلة أنه يتصل به؟ نعم، عندنا رقم 19906، ده رقم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. المكالمة بسعر يعني الدقيقة بسعر المكالمة العادية، الأمر ليس ربحي بل أمر خدمة تقدم من الأزهر الشريف إلى المجتمع في العالم كله. الاتصال من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا أو 6 عصرا.
كمان عندنا صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ممكن رسالة من خلال الفيسبوك يقول لنا والله أنا في مشكلة عندي أو ابني عنده مشكلة أو أختي عندها مشكلة ويسيب لنا البيانات بتاعتها، بيتم التواصل معها وبيتم يعني استقبالها في مشيخة الأزهر إن سمحت بذلك وردت بذلك، فإن أبت إلا أن نذهب إليها في مكانها وفي المكان المناسب الذي تحدده هي أو الذي يحدده هو وصولا لحل هذه المشكلة. وأنا أبشر حضرتك وأبشر الأستاذ مصطفى وأبشر المشاهدين جميعا أن الحمد لله النسبة التي يعني حققنا نجاح في مركز الأزهر من خلال هذه الوحدة مع الناس أو مع من جلسنا معهم من الشباب ومن الفتيات الذين يعني عندهم هذه الأفكار نسبة نجاح أكثر من 95%. يعني الحمد لله هذا فضل الله، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا الجهد، ونسأل الله أن يرد شبابنا وبناتنا عن هذه الأفكار السيئة. يعني حوارنا انتهى مع حضرتك، ولكن الحوار ربما لم يبدأ في أسر كثيرة جدا ما بين الأب وابنه، الأم وبنتها، الأخ وأخوه. بنشوف حالات كبيرة جدا من اليأس بتنتهي لإنهاء الحياة، وبنشوف ارتفاع لهذه المعدلات. النهاردة حاولنا نلقي الضوء على المجهودات اللي بيقوم بها الأزهر الشريف من أجل احتواء هذا الأمر. بنشكر الشيخ علي محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذه الإضافات اللي وضحنا لها في هذه الفقرة. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدين نروح لفصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. صباح الحركه مرة تانية، وربما اتكلمنا في بداية البرنامج عن أهم شرط للحياة الزوجية علشان نكون أسرة سعيدة ومتفاهمة فيها مشاركة فيها تربية مستقرة للأولاد في مستقبلهم. علشان كده ربما سألنا سؤال حلقتنا النهاردة، وكان فيه ربما تفاعل كبير من عدد كبير من الناس. عندنا مثلا عبد الحق محمد بيقول إن شرط الزواج هو الاحترام والحب والعطاء بين الطرفين. صحيح يا جمانة؟ صحيح. في سما الأمير بتقول صباح الخير، بتصبح علينا يعني أنا وأنت مصطفى، صباح الخير على حضرتك، وبتقول أهم حاجة في الحياة الزوجية السعيدة التعاون بين الطرفين في كل حاجة، ولازم يكون في مودة ورحمة والاحترام المتبادل. عبد الله فرحات بيقول المستوى الفكري والعقلي، التدين من الطرفين، الحب والرحمة، الثقة والسلام، الاهتمام والتقدير والاحترام، المودة والرحمة. قلت كل حاجة يا عبد الله، شكرا ليك والله. طيب. يعني كتر خيرك. أشرف أديب بيقول أهم حاجة للحياة الزوجية عشان تكون سعيد فيها، أولا مخافة الله، ثانيا الاحترام، وإلغاء فكرة المرأة أقل من الرجل. يعني دي كانت مجموعة من إجابات حضراتكم الحقيقة، بس خلينا نرجع بالإجابات دي لأهل العلم بقى. دكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية، نعرف منها يعني ازاي ممكن نبني اسره سليمه وسعيده من غير مشاكل ولا خلافات. يا دكتور صباح الخير عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. يمكن تابعتي معانا بعض التعليقات ايجابيه جدا ومبشره جدا، بس على ارض الواقع ارض بقى الواقع مختلف الدنيا. الموضوع بيبقى مختلف، بنشوف حاجات، يمكن مشاكل كمان مستحدثه غريبه، يعني يمكن اخرها موضوع انتشار الزوجة ملزمة أو غير ملزمة، ملزمة بأن هي تقوم الترند الفظيع اللي أنا جاي عشانه النهاردة. إيه الموضوع ده؟ يعني إيه سبب أن الحاجات دي انتشرت دلوقتي؟ يعني بتأثرت إزاي؟ يمكن حضرتك كنت بتكلمي معنا قبل الهوا قلتي أن هي بالفعل ابتدت تؤثر في الشباب، وفي ناس جات لك فعلا بأسئلة وبحالات تخص الموضوع ده. الحقيقة لا شك أن اختلفت معايير نجاح العلاقة الزوجية في الآونة الأخيرة بعد ظهور الانفتاح التكنولوجي والسوشيال ميديا عن الحقبة اللي هي بتاعت الخمسينات اللي هم أبائنا وأجدادنا. نجاح العملية الزوجية بقى بيكمن في جنباته كثير من الصعوبة في ظل الانفتاح ده، لأن اللي بيخلي الباك جراوند عند الزوج أو الزوجة مش التربية والتنشئة بتاعت الأسرة المصرية والمبادئ بتاعتنا، بقت الحقل بتاع السوشيال ميديا بكل الأفكار اللي بيبثها في الشباب، واللي أنا شايفة فيه كتير جدا منها أفكار سلبية، وبتخلي في جاب وفي اختلاف
بين التفكير بين الرجل والمرأة بالضبط كأننا داخلين حرب يعني. يعني جو الحرب اللي احنا عايشين فيه. لا طبعا هي الحكاية مش كده أصلا. وخليني أسترس على نقطة تتحط في مستطيل من البداية، إن المرأة هي حجر أساس المجتمع على فكرة، وإن الرجل أصلا هي ولدته مرأة. دي أول حاجة، إن ربنا خلق الست على الأرض لعمار الأرض، ليها وظيفة أساسية. عمار الأرض يعني إنها تخلق نشأ صالح وتكون زوجة صالحة قبل أي حاجة تانية. دي الوظيفة الأساسية للزوجة قبل إن هي تكون مركز أو منصب. دي حاجات ثانوية للمرأة اللي تعرف تعمل توازن. ومتى مش متعارضة على فكرة، يعني هي أدوار لا تتعارض مع بعضها البعض. في ناس بتقدر تعمل توازن بين صحيح. واجباتها الأساسية، وفي ناس وفي ناس ما بتقدرش تعمل التوازن ده وبتقصر في 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 الوظيفة الأساسية بتاعتها كمرأة. طبعا هي الأولوية البيت والأولاد اكيد بالزبط. خلينا حصل توازن جداً حلو قوي الترند ده بقى ان الأولوية للمرأة انها تربي اولادها وتكون زوجة صالحة في بيتها. دي اهم حاجة، اهم من ان المرأة يكون عندها منصب. او ده مهم جدا لكل الجيل الجديد ومنصة برنامج صباح الخير يا مصر. انا ببلغه لكل الفتيات، انا مش ضد ان المرأة تتقلد مناصب ومراكز عالية. يا فندم حضرتك دكتورة فاكيد كده مفيش معارضة، ما ينفعش يبقى في معارضة. لا بس كتير من الشباب على فكرة من واقع الناس فعلا اللي بتجيلي ومن واقع الحالات العملية فعلا في المجتمع، بلاقي ان في كتير من شريحة، مش بقول كل البنات اللي في الجيل بتاع دلوقتي، لا في شريحة كبيرة من البنات شايفة ان الاهم ان هي عندها منصب، وانه تقلص قدسية دور الام او ربة المنزل في المجتمع. وده انا ضده، ده دور مقدس على فكرة، اهم من اي دور تاني للمرأة. التاني خليني برضو أكد على النقطة دي عشان محدش ياخد الكلام برضو ويجتزئ الكلام. الست أو المرأة دورها مهم جدا في البيت كزوجة بالزبط. وكأم، ولكن لا يتعارض منها تكون ست ليها دورها في المجتمع، تحقق توازن بين الاثنين. بس لازم تحقق توازن، وبالمناسبة ده هيتطلب منها مجهود أكبر بكتير صحيح. لازم تكون واعية ليه، ما ينفعش حاجة تيجي على حساب حاجة. صحيح. يبقى احنا بنتكلم في الوعي، وعشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة ان احنا لازم نوعي بقى الجيل بتاع الفتيات اللي موجود، ان احنا لا نتتبع الترندات اللي موجوده على السوشيال ميديا، لان هي مصدر لكثير من الافكار السلبيه اللي ممكن تهد بيوت بالفعل. طب ازاي يعني نتجنب نصائح ما يعرف، مش نصائح، مش هسميها نصائح، ما يعرف بخربين البيوت، اللي هو المراه غير ملزمه، حاله الجدل اللي على السوشيال ميديا، اللي انا مبسوط ان كان ليها رد فعل سلبي من ستات مصر، يعني ستات مصر نفسهم انتقدوها. يا جماعه اللي هو يا جماعه الموضوع اوفر كده، احنا يعني عايزين حقوقنا كستات، بس يعني انتوا كده اوفر، انتوا كده بتهدموا. يعني في حاله دلوقتي من الوعي من المراه المصريه ان في فعلا مؤامره عليها. هل ده واصل؟ هل الفكره دي واصله يا دكتوره؟ هو في خلط بين شيئين. وانا طبعا بحيي ستات مصر اللي حضرتك بتذكرهم اللي هم ضد الترند ده، لان هم كده فاهمين واجباتهم صح. هم حسوا ان فعلا في بقى كده حاجه، فاهمين يعني واجباتهم صح. في جزئيه ان احنا حابين ان احنا نعمل تشجيع للرجل ان هو يشارك السيده، عشان اغلب السيدات في المجتمع دلوقتي بقوا سيدات عاملات، وده الأسباب كتيرة. ممكن صحيح. يكونوا بيساعدوا في الدخل، ممكن تكون عايزة تحقق ذاتها. إحنا مش ضد ده خالص، بس إحنا ضد بقى إن إحنا نبتدي مقابل ده نتخلى عن مسؤوليات الزوجة والأم الأساسية اللي هي تربية ولادها والاهتمام ببيتها وبزوجها. فاللي حاصل دلوقتي إن إحنا عايزين نوجه الرجال ان هم يحافظوا على حقوق المرأة، بس مش بالتخلي عن الحقوق الأساسية ليها او واجباتها اللي هي بتعملها. فالقصة كلها ان في بعض الصغار في السن او المقبلين على الزواج ممكن يفهموا الموضوع ده غلط، وبالتالي بالفعل انا جات لي حالات كده هي رافضة انها تطبخ، وشايفة ان هي مش شايفة الموضوع بشكل سلبي قوي، اللي هو انا مش طباخة وخدامة في بيتي. لا، هو الحكاية مش كده خالص. يعني هي العلاقة الزوجية مبدئيا لازم يكون فيها حوار واتفاق، وبنبه اي حد مقبل على الزواج
لازم يدرس أفكار الطرف الآخر علشان ما يحصلش فشل مستقبلي. أنا لازم أعرف المنتاليتي أو العقلية بتاعة الفتاة عاملة إزاي عشان ما أدخلش في عملية من الفشل. أنا عايزة أقول لحضرتك أنا ممكن يجيلي ناس مخطوبين وغالبا بيبقى شاب بيبقى خايف من عقلية خطيبته اني بعد كده يعمل له ده مشاكل. بيكون الحل في تراكين، يا اما بنحاول بنديله نصائح ازاي هو يحاول خطيبته دي يخليها تتكيف مع عقليته، يا اما بقى طبعا لو هو لقين الموضوع مسدود خالص فانا بنبهه هو ليه الاختيار ان هو يكمل او لا. يعني المشكله يا دكتور انه يعني يمكن في الخطوبه ده برده لسه على البر شويه، في حد في ممكن تكون بيت بالفعل قائم وزوجه وكانت عادي جدا بتعمل واجباتها المنزليه ان كان طبخ ان كان تربيه الاولاد او عظيم واول جدا. ما تشوف بقى الحاجات اللي على السوشيال ميديا اتبدلت بقى اتغيرت. خلينا بقى نتكلم النموذج اللي انت قلتيه بالظبط ده فعلا جميل قوي ان احنا نلقي الضوء عليه. انا زوجه وطبعا غصب عني مثلا عامله او كده فمضغوطه لاني بادي دوري كزوجه وكأم وبعمل لرفع مستوى اولادي لتحقيق ذاتي الاسباب كتير. اجي اقرا ترند زي ده ايه الاثر النفسي بقى لترند زي ده على الزوجه دي؟ بالظبط كده عدم الرضا، وعدم الرضا يؤدي الى طاقه سلبيه والشعور هتبتدي تاثر في واجباتها لان ده الترند بيتأثر فيها كمان عن اقتناع وعن مرجعية. اقتناع لأن احنا اصلا خلينا نعرف السلوك عبارة عن ايه؟ فكرة، الفكرة تعمل فيلينجز تعمل مشاعر، المشاعر تترجم في سلوكيات. انا كده بالترندات دي بحط افكار سلبية تديني سلوك سلبي في المجتمع. صحيح. مع مين؟ مع حجر اساس المجتمع، مع الام. ما هو الام لو وقعت في تأدية واجباتها المجتمع كله هيقع طبعا. على فكرة لا، هو الراجل كمان لو هو ربنا رزقه من واسع وعنده مصدر دخل وعايش بعيشه محترمه مفيش مانع ان هو يجيب لمراته حد تخدمه، لكن هو لو ماشي. انا وانا بتكلم بقى على الراجل الغلبان المطلوب، خلينا نتكلم اللي بيشتغل شغلانتين صبح وليل الشريحه الاكبر من المجتمع. موظف متمرمط طبقه متوسطه يعني الشريحه الاكبر من المجتمع هتيجي تقولي له انا مش هطبخ لك وهعمل لها ايه ده؟ طيب يعني طبعا انا ضد الترند ده خالص. اه انا معقوله. وعلى فكره يعني انا عايزه اقول حاجه بقى نفسيه يمكن بقى والله مش بكذب فيها، على فكره السيده لما بتطبخ اكله حلوه لاولادها وتحس ان اولادها مبسوطين بيها ده بيعمل لها طاقه ايجابيه جدا. طبعاً. ومش كده وبس، هي كمان بتاخد يعني صدقه ده يعني دي حاجه المفروض تعمل طاقه ايجابيه، مش حاجه تحسها ان تجد تحقيق ذاتها في ابتسامه اولادها يا دكتور حمدي كريم في الاكل. لا ده الترند وصل للرضاعه يا دكتور، يعني احنا وصلنا لمرحله يعني انا الكلام في الاكل يا دكتوره، يعني الموضوع وصل لمرحله اللي هو يا جماعه ايه ده، في احنا وصلنا لايه يعني؟ لا طبعا انا ضد الموضوع يعني مع احترامي للراي المخالف، ولكن انا ضد الترندات دي خالص وبشجع الناس على دي وظيفة الأم. على فكرة الأم لما بتشيل جنينها يقترب منها مثلاً يعني بتعمل تهدئة في التوتر يعني اللي يعني موجود في جسمك. سخفنا الموضوع فعلا سخف قوي وتخناها قوي، يعني احنا في الأول وفي الآخر زي ما بنقول انه راجل مقتدر يقدر يعني يريح زوجته في البيت ويجيب حد يساعدها طبيعي انه يعمل كده. لو حد يعني موظف، حد اللي هو اغلب المجتمع المصري الطبقه المتوسطه كلنا منها، لو ممكن نجيب حد بيساعد مره مرتين في الاسبوع يا دكتور ده برضو طبيعي. مش مقتدر عادي جدا قومي بدورك في البيت مفيش اي مشكله. يعني ايه انا مش عارفه ايه اللي طلع الترند ده، واحنا كلنا فكره بنتكلم على حقوق المراه وما الى ذلك، بس بجد الموضوع هنا سخف. طب خليني اروح مع حضرتك لنقطه ثانيه، خلينا نعرف برضو الشباب اللي بيتفرج علينا دلوقتي المقبلين على الزواج او متزوجين ايه هي الحقوق والواجبات المشتركه بين الزوجين. اهم حاجه بين الزوجين ان كل اتنين مقبلين على الزواج لازم يحطوا قاموس بينهم عشان ده ما يعملش مشاكل بعدين. لاني خليني اقول ان قبل الزواج بيبقى فيه هرمون الرغبه او هرمون العشق، ده بيخلي انجذاب كل طرف للاخر اعلى بنسبه اعلى من بعد الزواج، لان عندنا قاعده طبعا الامتلاك يقتل اللهفه. فاحنا خلينا نحط القاموس ده قبل الزواج.
القاموس ده يتحط ازاي؟ القاموس ده قاموس تعارف، اكتبوا دستوركم بنفسكم بالظبط، كل واحد يكتب الدستور بتاعه، كل الاثنين يحطوا قاموس ليهم متفقين عليه. واهم حاجه في قبل الاقبال على الزواج لغه الحوار، عشان ابتدي اعرف عقليه الشخص او الزوج او الزوجه المستقبليه اللي قدامي، عشان لو في حاجات انا معترض عليها او رافضها احطها من الاول، ما جيش. وده اللي بيعمل مشاكل بعدين على فكره، وبيسبب ازدياد نسب الطلاق. اني بيبتدي غالبا انا يعني الرجل غالبا بيبتدي في الاول يقول يعني يتجاوب مع كل الطلبات ويبتدي يغير احيانا. لا، الفكره الطرفيه دكتوره، الرجل بيبتدي ان هو يتجاوب والست الناحيه الثانيه بتحاول تبين افضل ما فيها من صفات. فطبعا كبسولات نصايح كده للناس اللي مقبله على الزواج، اهم حاجه تحطوا قاموس بينكم ونبقى متفقين على كل تفاصيل الحياه على قد ما نقدر. لغة الحوار مهمة جدا، لو احنا الاتنين مختلفين في نقطة لازم كل واحد فينا، يعني طالما ان هو نيته خير وان احنا نبدأ حياة ويبقى فيها عمار الارض ونجيب ولاد صالحين ونعمل بيت ناويين ان هو يستمر ان شاء الله، لازم نبقى حاطين نقطة اني انا ممكن اتنازل عن طلباتي شوية لان في حاجات تانية. ما هو على فكرة هو ما فيش زوج ولا زوجة السعادة مش كاملة، احنا طبعا مش طبعا في الجنة، احنا طبعا على الارض، فالسعادة مش كاملة. وكل شخص على فكرة لو تلاحظوا حتى بدليل ان كل شخص بيبقى نفسه في حاجة مجرد ما بيمتلكها بيحس برضو مجرد ما وصل عندها اعتادها شوية. بالظبط. فأكيد في حاجة بتبقى ناقصة في الحياة، مش لازم كل حاجة أحققها. لازم أتكيف مع طلبات الطرف اللي قدامي أو أتنازل شوية في أحلامي علشان الدنيا تمشي، علشان عمرنا ما هنلاقي شخص كامل زي ما بنتمنى بالورقة والمسطرة أكيد. يعني إزاي الواحد أو الواحدة تتعامل مع السوشيال ميديا وتأخذ منها المفيد وتترك منها المضر لحياتها ولأسرتها والمستقبل؟ بحييك طبعا مصطفى على السؤال ده. هو لازم السوشيال ميديا بما اني انا شايفاها، وانا من اكتر الناس على فكره اللي كنت بتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا، انا شايفه انها بتؤثر بالسلب على المجتمع بشكل كبير ومتناوله، ودلوقتي بتنشن على المراه. يعني احنا مش عايزين ده يا جماعه، عايزين نتنبه، واي حاجه ترند نشوفه او اي بوست نشوفها لازم يبقى عندنا فلتر نعرف ايه الايجابي وايه اللي ممكن يخرب حياتي. نتكيف مع ظروفنا. صحيح. يا دكتوره، اعتقد التكيف مع ظروفك والرضا كمان، ان احنا الرضا مهم جدا. صحيح. والترندات دي مش عايزينها تقلل احساسنا بالرضا في حياتنا، خلينا. صحيح. دايما نركز احنا عندنا ايه، مش احنا ما عندناش ايه. صحيح. ده هيعمل لنا طاقه ايجابيه. صحيح. كويسه جدا في حياتنا. شكرا لك يا دكتوره شيرين الدرديري، استشاري الصحه النفسيه والاضطرابات السلوكيه. شكرا جزيلا لحضرتك، تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لكل امراه عاقله قادره انها هي تميز. وربنا يسامح يعني خربين البيوت، وربنا يعني يسامح الترندات الوحشه والسوشيال ميديا. اعتقد احنا عمالين نفند في المعايير، معايير الاختيار، وعمالين نشوف ايه المفروض الشروط اللي تكون موجوده، لكن ربنا سبحانه وتعالى يمكن ادانا الدستور فعلا اللي نختار على أساسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكينة وجعل بينكم مودة ورحمة. بالضبط. السكينة سر حد نبقى قادرين نقعد معاه، نتفاهم معاه، نتكلم معاه، نحس بالسلام معاه، حتى في وقت الخصام وقت الزعل احنا عارفين نتعامل مع بعض، وفي لين قلب وفي هدوء وفي حاجات كتير جدا. صح. اهم من الماده، اهم من فكره الحب اللي احنا بنبقى داخلين بيه العلاقه، حاجات يعني يمكن هو حاجه بسيطه قوي وموجوده، احنا عمالين نلف حواليها وتعبين نفسنا كلنا كده. خلصت حلقتنا النهارده، بشكرك يا جمانة على الكلام الجميل، وبشكر حضرتك دكتوره مره ثانيه، وربما بشكر حضراتكم كلكم مشاهدينا الكرام على مشاركتكم معانا النهاردة على صفحاتنا على السوشيال ميديا. كنا معاكم أنا وجمانة دينا على مدار 3 ساعات. بكرة إن شاء الله صباح آخر من صباحات الخير يا مصر. صباح الفل عليكم.